السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم، وإن شاء الله يوم جديد من البريمو. بتنتهي مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر 2023 وفوز الأهلي بهذه البطولة. احنا بنتكلم يعني 39 بطولة كأس مصر للنادي الأهلي، طبعا عدد كبير في مقابل 28 لنادي الزمالك، ولكن طبعا الأمور الحقيقة حسمت بالنادي الأهلي امبارح، للنادي الأهلي بفوزه بهذا اللقاء وهذه البطولة الحقيقة اللي كانت شكلها مختلف والتفاصيل فيها مختلفة، حتى المقابل المادي أنعش خزائن الناديين بالأموال الحقيقة، حاجات كتير. طبعا انتوا عارفين ان المقابل المادي 950 ألف دولار للمركز الأول، 250 ألف دولار للمركز الثاني، وبالتالي طبعا الكل استفاد، الكل كان سعيد بالشكل والأداء. طبعا أسعد الناس هم جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين الحقيقة، اللي امبارح كانوا بيحتفلوا بالفوز وبيحتفلوا بفرحة جماهيرهم، وده شيء حقيقة بنسعد بالفرحة دي، لأن كرة القدم الحقيقة في الآخر هي للمتعة، ومتعة الكرة هي فرحة الجماهير. الفوز حلو، والأداء حتى ممكن ما يبقاش بنفس الشكل اللي انت كنت ممكن متوقعه، لكن في الآخر كرة ما تخش جول في التاني والماتش بيصفر حكم، هي دي متعة الناس بقى ومتعة الجماهير بفرحة فريقها، وده اللي حصل لجماهير النادي الأهلي. على الجانب الآخر حقيقة هارد لك نادي الزمالك اللي عمل أداء فوق الرائع الحقيقة، في وقت الكل كان متوقع إن الأداء يكون للنادي الأهلي بالشكل ده وإن هو يبقى متحكم في اللقاء، لكن فاجئنا نادي الزمالك الحقيقة بالشكل والأداء اللي عمله امبارح وسيطرته على اللقاء، ولكن في الآخر ما عرفش يستغل هذه السيطرة بإحراز أهداف والفوز. هنا نقول إن الخبرات وإن النادي الأهلي دائما بيعرف يكسب حتى في أسوأ الحالات. يعني أسوأ الحالات إزاي؟ أنا مش في يومي، أنا مش عارف النهاردة ألعب كورة زي ما بلعبها كل مرة، لكن أعرف أكسب، أعرف أكسب. هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي شفناه امبارح، هو ده النادي الأهلي اللي بنشوفه في ماتشات كتير، هو ده النادي الاهلي اللي بنشوفه في بطولات كتير، يعني بطولات كبيره كمان. احنا بنتكلم على بطوله افريقيا وهو بيلعب فرق كبيره زي الوداد، بيلعب فرق كبيره زي سان داونز، بيلعب فرق كبيره في افريقيا، وايضا وهو بيلعب فرق كبيره في الوطن العربي، ممكن ما يبقاش في حالته لكن في اي لحظه بيحرز هدف وبيكسب. البطولات بتبحث دائما عن النادي الاهلي، وكانت بتبحث بالامس عن النادي الاهلي من خلال هدفين ورا بعض كده في 5 دقايق. انا قلت امبارح شياطين حمر عملوها في 5 دقايق، امام عاشور ثم قفشه، والاثنين هم اصحاب الاسيست واصحاب الهدف بالامس، وفرحه الجماهير بيهم الحقيقه، وفرحه قفشه بالهدف، وفرحه امام عاشور ايضا بالهدف، هي يعني اسعدونا اللعيبه كلها. بنتكلم في لعيبه الاهلي والزمالك اسعدونا بالشكل العام، كنا محتاجين بس اداء افضل من كده عشان تبقى الامور في الاحتفاليه اللي احنا شفناها من يعني من قبل ما اللقاء يبتدي، بالحفل اللي كان موجود، بشكل الجماهير، بالاستمتاعهم في الملعب، احنا استمتعنا واحنا ورا شاشه التلفزيون. كنا محتاجين بس الاداء يتحسن شويه، يبقى افضل من كده، في جراءه اكتر من كده، لكن خلي بالكم حماسه الماتش والضغوط اللي على اللعيبه ممكن تخلي في بعض الاحيان اللعيبه ما تعملش اكتر حاجه عندها او افضل حاجه عندها، انا بعذرهم. لكن خليني اقول لكم ان في الاخر النادي الاهلي هو صاحب البطوله، وهي بطوله في 2023 بس عشان للتذكره، دي بطوله كاس مصر السنه اللي فاتت اللي هو ايه لسه احنا ما ابتديناش البطوله الجديده، فبالتالي النادي الاهلي اضاف للموسم الماضي بطوله جديده، فبالتالي دي يعني برضو للتذكره، لسه احنا عندنا بطوله كاس مصر السنه دي، وهتمشي ازاي بقى وتفاصيلها ازاي، لكن حقيقه احنا كنا سعداء مبسوطين. حاجات كتير جدا لازم نحللها فنيا، يعني مثلا اما نيجي نبص لتحليل فني مثلا في اللقاء كده، هاخد نقطه بسيطه حقيقه ومقارنه بسيطه، الزمالك كان كويس، الاهلي ما كانش في افضل حالاته، حصل هنا تغييرات وحصل هنا تغييرات، هنا حصل تغيير ناصر ماهر وهنا حصل تغيير قفشه، ولكن هنا قفشه افاد النادي الاهلي وهقول لكم ليه الاسباب، وهنا للاسف بالرغم ادائه الجيد ناصر ماهر ما افادش نادي الزمالك، والسر هو المجموعه اللي حواليه. مجموعه النادي الاهلي هي مجموعه كانت ناقصه بس
ان قفشه ينزل في الوقت ده عشان هو وزمايله يتالقوا ويجيبوا الاهداف دي. على الجانب الاخر بنتكلم ناصر ماهر، زمايله في وقت كمان خروج زيزو وده اثر بشكل كبير على القوه الهجوميه اكيد، زمايله اللي حواليه ما ساعدهوش ان هم يعني لو هو بيدي كوره كويسه او بتحركاتهم ان هم يحرزوا اهداف، سواء بقى بتحركاتهم سواء بالفينش بتاعهم. لان خلي بالكم في كوره غريبه مثلا للسيف الدين الجزيري جات له في ال 18 يعملها كده بدماغه جول، يعني المرمى مفتوح الحقيقه، لكن هو قرر ان هو يسندها وياخدها، طبعا طولت وطلعت. سهل الامور على حقيقه مصطفى شوبير اللي كان متالق بغض النظر عن الكوره دي، لكن كان متالق تالق في اهم كوره في اللقاء على مرمى النادي الاهلي وهي كره زيزو وهو بيسددها. فده الشكل والمقارنه البسيطه اللي احنا ممكن ناخدها من خلال ماتش زي ده. فهنا يوريك ازاي ان في لعيب مع مجموعه تفرق وفي لعيب مع مجموعه يعني الامور بالنسبه له كانت محتاجه تبقى او محتاجه اللي حواليه يبقى افضل من كده عشان يعمل الفرق. وده معناه ان نادي الزمالك عمل اداء كويس، ولكن لسه نادي الزمالك بيتحسس الامور حقيقه. لسه نادي الزمالك الناس متخيله ان نادي الزمالك خلاص بعد الصفقات دي يكسب، لا برضه في امور لسه جوه نادي الزمالك هي استقر وهيستقر، ومع الوقت ومع الصفقات مثلا الموسم الجاي الامور تختلف. لكن النادي الاهلي في حاله من الاستقرار الفني، في حاله من استقرار اللاعبين والقوام اللاعبين الاساسي بيلعبوا باستمرار، وامور كتيره جدا ديتيلز جوه النادي الاهلي صغيره او جوه فريق النادي الاهلي صغيره بتخليه يبقى واقف على رجله حتى وهو في اوحش حالاته. يعني اما نيجي نبص قلب دفاع النادي الاهلي والمقارنه ايضا بالناحيه الثانيه، لا الامور هتميل لناحيه كفه النادي الاهلي. وده اللي انا كنت دايما قبل الماتش لما يجي ضيوفي هنا بعمل المقارنات دي، عشان في وقت بتقول ان هنا هيفيد الفريق او دفاع النادي الاهلي هيفيد فريقه، دفاع نادي الزمالك ممكن فيه ايه فيها تخوف شويه. وده اللي حصل امبارح في وقت وهفوه وتوقيت صعب في المباراه، النادي الاهلي خطف نتيجه ايه؟ وقفه غلط، عدم تركيز. هي دي هو ده هو المقارنات ما بين خط دفاع في فريق وفريق اخر او لعيب ولعيب اخر، هو ديتيلز صغيره جدا بتفرق في هفوات في جزء من الثانيه او في دقيقه او يعني كده او في وقت من المباراه. لان في مثلا لعيبه تبقى فايقه قوي اول المباراه اخر المباراه تلاقيهم هبطوا، وده اللي حصل بشكل كبير جدا في دفاع نادي الزمالك. كانوا كويسين مش وحشين، ولكن في الوقت اللي خلاص الماتش هينتهي تركيزهم وقع او العامل البدني وقع، يعني الله اعلم ايه اللي حصل بالنسبه لهم. استغلها قفشه واستغلها امام عاشور، وزي ما قلت لكم هو قفشه كلمه السر الحقيقه. فهي دي الفكره. فنادي الزمالك مع الوقت واستقراره الامور هتختلف معاه وثقه اللاعبين هتكبر وتعلى، لكن النادي الاهلي ماشي في طريقه، ماشي في طريقه في مكسبه للبطولات، في مكسبه للماتشات. هو الدنيا ماشيه معاه كده بالشكل ده، مؤسسه وديتيلز كده زي ما بيقول، او تفاصيل جوه النادي بلاعبين بقوامهم الاساسي، لعيبه بتتغير بتروح بتيجي بينضاف لعيبه جديده. هو النادي الاهلي، هو فريق النادي الاهلي، عارف هم بيعملوا ايه او عارف هو بيعمل ايه. فده الشكل العام للفرقتين امبارح لما قابلوا بعض. في الاخر احنا استمتعنا ومبسوطين بالشكل اللي ظهرت بيه المباراه الحقيقه، وكله رجع مبسوط الحقيقه. حتى جماهير الزمالك برغم انها حزينه بالهزيمه وخساره لقب كان هيفرق كتير جدا، انا قلت اللقب ده بالزمالك للزمالك كان هيفرق كتير معاه في مشواره للموسم ده الحقيقه. اولا ثقته تعلى، اللعيبه تبقى يتجدد بطوله جديده ليها بالنسبه لها، او يعني ثقتها بنفسها ان هم اخذوا بطوله اهو، ممكن يحققوا بطوله الكونفدراليه، ممكن يمشوا في الدوري كويس. دي كانت ممكن هذه البطوله تعمل كده في لعيبه نادي الزمالك، بالاضافه طبعا ان مجلس الاداره بالنسبه له كانت البطوله دي يعني تقول لك احنا اشتغلنا كويس بقى اهو، فربنا
ادانا. هم اشتغلوا كويس حقيقه، لكن هي طبعا ربنا ليه اسباب معينه في ان الجانب الاخر او النادي الاهلي هو اللي يكسب في حاجه. يعني اكيد ربنا طبعا كافئ النادي الاهلي، لكن ده عمل اللي عليه وده عمل اللي عليه، شويه فروق بسيطه جدا في الملعب وشويه خبرات ممكن تكون اكتر شويه في النادي الاهلي هي اللي فصلت او يعني ادت المباراه للنادي الاهلي. ده بالنسبه لماتش امبارح اللي يعني كنا يعني مستمتعين بيه، كنا نستمتع اكتر لو كان الاداء بس زاد شويه في اللقاء. مبروك لامام عاشور صاحب اللقب افضل لاعب في المباراه، واللي الحقيقه انا عارف النادي الاهلي بيشتغل ازاي. البطوله او المكافاه او الجائزه 50,000 دولار، وانا عارف ان كان هيحصل كده الحقيقه. الجائزه هتتوزع على اللاعبين وعلى العاملين الموجودين في النادي او في الفريق وتبقى بالشكل ده، لان هي ده الصح اللي بيتعمل دائما يعني. وده اللي حصل، ان الجائزه اتوزعت الحقيقه على اللاعبين، وبالتالي يعني مبروك لامام عاشور. دي حاجه برضو بتحسب له ان في اول مباراه في لقاء قمه بالنسبه له هو في النادي الاهلي امام نادي الزمالك قدر ان هو ياخد رجل المباراه ويحرز هدف واسيست في المباراه. طيب معانا مين يا جماعه؟ انتوا عمالين تقولوا في تليفون كابتن عادل. طيب كابتن عادل تعيمه، معلش يعني للاسف بس ما سمعتش في الايربيس زمايلي هم بيقولوا ان في تليفون. كابتن عادل تعيمه نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي السابق. كابتن عادل تحياتي لحضرتك. اهلا محمد، ازيك؟ ازاي حضرتك ابو كباتن؟ بخير والله يا رب دايما. كل سنه وحضرتك بخير يا رب. كابتن رمضان يا كريم عليك بقى ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، يعني اخد رايك في ماتش امبارح وفوز الاهلي ببطوله. يمكن كلمت حضرتك من ايام كده قبل الماتش وسالت حضرتك يعني الكفه بتميل لمين، فقلت لي بحكم التفاصيل اللي ممكن تكون في التوقيت ده واستقرار الاهلي قلت لي الكفه بتميل للنادي الاهلي. كابتن والله من على الورق وكل الامور كان اي حد في الشارع عارف كده، يعني ان في استقرار، في مدير فني، لعيبه بقى لها فتره مع بعض، عندهم بطولات، عندهم ثقة، عندهم حاجات كتيرة. وطبعا نادي الزمالك طبعا مجلس إدارة جديد بحماس بجدية، بتعاقد مع مدير فني جديد ومدير فني كبير، وبعدين توفر له عناصر 11 عنصر بعد فك القيد، إلى جانب طبعا النجوم اللي كانوا موجودين طبعا من الأول، لكن لسه الانسجام مش موجود. اللي انا شفته من المباراه ديت، قبل المباراه كان هناك اسبوع او 10 ايام عمليه شحن اعلامي غير مسبوقه، ما حصلش ان تفتح الصبح الظهر بالليل كله شحن شحن. وطبعا اللعيبه ما فيش شك، وطبعا برضو مكافآت كبيره، سواء من النادي او من الاداره هناك في السعوديه. فكلها امور طبعا اي لعيب طبعا لابد هيبقى فيه، وده انعكس على الاداء، ان تبص تلاقي دايما الباصات فيها مس باص كتير، في احيانا شد عصبي، ناس منفعله زياده عن اللزوم. وطبعا الانفعال زي ما انت عارف، الانفعال الزياده بيأثر على دقه طبعا الاداء ودقه التمرير ودقه صحيح التسديد حتى. صحيح يا كابتن. بس ده الموضوع خلى اللعيبه في حماس برضو شديد شويه، وفي ثلاث اربع لعيبه الحقيقه كانوا ادائهم في عنف غير مبرر، ويعني ملوش اي لازمه، لكن الحقيقه برضو التحكيم الى حد ما كان ظابط الامور، والراجل كان واخد الامور، اي حد بيعترض ما بيصدوش، لكن بيتكلم معاه بهدوء وبادب، على الرغم ان الحكم طبعا كان هناك ضربه جزاء لامام عاشور ما حسبهاش، وطبعا مش هو الفار متهيألي هو المسؤول عن الكلام ده. صحيح. بدايه المباراه الزمالك الشوط الاولاني، انا ضد الكلام اللي كان بيقول ان الزمالك كان مسيطر على الشوط الاولاني. ما كانش مسيطر يا كابتن من وجهه نظرك؟ لا كان الاداء سلبي من الفرقتين. بدليل ان الفرص، هل شوبير صد حاجه غير كره زيزو؟ لا ما فيش حاجه يا كابتن. طيب وعواد؟ لا مفيش. طيب هل ينفع اهلي وزمالك ما يبقاش فيه تسديدتين حتى على المرمى جنب الخشبه؟ يعني يبقى فيه، لكن الاداء دايما كان فيه
تلاقي مثلا الاستحواذ الفرق 2-3، لكن الزمالك شكله كان افضل الشوط الاولاني، الشكل كان افضل، لكن مش بالشكل اللي هو نقول ان هو مسيطر بحيث ان هو يجيب جول في اي وقت ونضيع مثلا 7-8 فرص، ما حصلش الكلام ده. الى جانب طبعا انه كولر كان في وسط الملعب، عرفنا طبعا ان امام عاشور كانت درجه حرارته 39 او 40 والولد مصمم ان هو يلعب، الى جانب ان كريم برضو الراجل الحقيقه بيديله فرصه واثنين وثلاثه، بس كريم ما كانش في حالته برضه. كان تغييره غريبه يا كابتن، يعني مروان عطيه موجود وقرر كولر ان هو يلعب يعني كريم نيدفيد الحقيقه، يعني هل وجهه نظره كانت ايه من وجهه يعني، وانت شايف ازاي يا كابتن لعبه ليه؟ بيدي فرص لبدلاء بحيث ان هم ما يبقاش معتمد على مروان وبس. بس فرصه في ماتش قمه زي كده يا كابتن؟ والله هو قلبه زي الحديد. بص تلاقي في ريال مدريد في ماتشات كتيره جدا، يعني في ماتش الزمالك بتاع السوبر ملاعب الراجل البرازيلي دوت اللي ماشي برونو صافي، فابيو اظن اسمه فابيو اظن، يعني بقول لك يعني قلبه زي الحديد، وبعدين بيفوتني فرصه زي عبد القادر فرصه واثنين وثلاثه وعشره، نفس القصه برضه بالنسبه لكريم، وبيراهن عليه وهو لعيب كويس وكل حاجه، لكن الماتش ده يعني هو كان محتاج حد بيلتحم بيقطع كويس بيراقب حد بشكل جيد، لكن كريم ما كانش في حالته بالامانه يعني. طبعا عمرو السولية كان نجم الشوط الاولاني، عمل كل حاجه، بيقطع بيراقب عبد الله السعيد في اكتر من هجمه كان بيأديها وفتح الملعب وضابط الملعب، لكن لوحده ما ينفعش. هل يا كابتن، هل كابتن عادل، هل اداء او مستوى عبد الله السعيد في الماتش ده كان سببه مراقبه يعني عمرو السوليه ليه، ولا عبد الله كان اصلا بعيد عن مستوى في الماتش ده من وجهه نظرك، بعيد بقى عن عمرو السوليه ومراقبته؟ لا رقابه عمرو السوليه، انت لو شفت يا محمد كل كوره بتيجي لعبد الله ما بيسيبوش يدور، ما بيخلوش يلف، يبقى في اتجاه مرمى الاهلي على طول، وهو بيستلم على طول حط وش الجزمه، يخش يمين ويروح حاطط وسط سن الجزمه، ما كانش بيديله فرصه غير ان هو يلعبها للخلف مش للامام. ما كانش فيه مساعده من كريم ومن امام، طبعا كان راجل سخن وصمم ان هو يلعب، فطبعا الاداء بتاعه في الشوط الاولاني ما كانش الاداء اللي احنا عارفينه، الى جانب طبعا بيرسي وحسين الحقيقه كان ادائهم ضعيف شويه بعيد عن المستوى الحقيقه، لكن الشوط الاولاني بالذات. الشوط الثاني الدفه راحت خالص للنادي الاهلي، خاصه بعد 10 دقائق، وبعدين زادت قوي في الدقيقه 65 او الدقيقه 70 لما كولر عمل 3 تغييرات، وبعدين راح عمل تغييرتين في الاخر. التغييرات دي اسفرت عن انه يبقى في سيطره في وسط الملعب، في دقه في التمرير، الكرة اللي جابها امام عاشور ولعبها لقفشه كانت تمريره من مروان عطيه في كوره مرتده، نادي الزمالك كان كله بيهاجم وسايب دفاعاته، فطبعا كان عايزين يعوضوا الجول اللي امام جابه، فطبعا اتلعبت امام عاشور رايح لوحده مفيش حد خالص معاه، رايحين 3 او 4 على 2، 4 رايحين على 2 صحيح، اتعبت طبعا بالعرض، وبعدين ربنا وفق قفشه في الكوره وجت جول، لكن انا بشوف ان مستوى المباراه في ظل الزخم الاعلامي الرهيب ده كان بعيد. بنعذر اللعيبه فعلا، لان هم في الفتره دي ضغط عالي عليهم كابتن، فعلا ضغط عالي، وبعدين برضه لما يبقى فيه الاعلان عن مكافئات ماليه كبيره طبعا دي كلها بتاثر شويه في بعض اللعيبه، وفي لعيبه خلاص هي يعني الموضوع الادبي بالنسبه لها اكتر من الماده بالمراحل. طب انا عايز اسال سؤال لحضرتك كابتن بخصوص امام، هل يستحق امام رجل المباراه بالامس، ولا لان في بعض الاراء ان قفشه هو اللي غير شكل اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا الكلام ده لا، انا اشوف اصل هي يا محمد الكوره لعبه جماعيه صحيح مش فرديه، يعني دلوقتي امام عاشور عمل ايه؟
المكافأة دي قال انا مش هاخدها. اه طبعا طبعا. لا يا كابتن خلي بالك، هو الاهلي برضو عنده قواعد في الموضوع ده، حتى لو اللعيب هياخد الفلوس فمتفقين ان تتفرق على اللعيبه طبعا، لان هو الموضوع جماعي فعلا. طيب ما يعني طب لا بس انا بتكلم على الاداء الفني يا كابتن، مش ان هو يعني طب منعم ايه اخباره؟ محمد عبد المنعم كان اداؤه رائع جدا، علي معلول، طب وعمر جابر، طب واسمه ايه ده دونجا في وسط الملعب، دونجا نعم دونجا قصدك كابتن في الزمالك، دونجا دونجا في وسط الملعب من نجوم المباراه، طب مصطفى شلبي ادى واجب دفاعي وهجومي على اعلى مستوى، كان بيشكل مصدر خطوره. فانما التيم هو اللي بيشتغل، وبعدين طالما ان في مكافاه هتتاخد للاعيب واحد، انا بشوف دايما دي حته ما يا محمد انت عارف وانت راجل يعني عشت في اوروبا وعارف الكلام ده، ما فيش حد بيطلع مكافاه للاعب، المكافاه دايما انا بطلعها للفرق. انما للامانه الجولين الاول، الجول الاولاني طبعا امام عاشور لعبها له قفشه، والجول الثاني امام عاشور لعبها لقفشه. صحيح. ما كان ممكن جدا امام ما يبصيش لقفشه ويروح هو على الجول ويجيب الجول وخلاص. طيب وبعدين قفشه كان لعبها، كان ممكن على يمينه، كان في اثنين على يمينه. صح. لو ما جاتش كانت هتبقى مشكله. فانما امام بحكم الناس طبعا الموجودين هناك لقوا ان الراجل عمل جول وجاب جول، فطبعا هتدين مين غير امام، فطبعا هو يستاهل بصراحه يستاهل. لانه بيلعب وفي ظل درجه حراره عاليه، ومع ذلك يعني ادى الاداء اللي يعني اللي ممكن الناس تبقى متقبلاه في ظل الاجواء اللي كانت فيها المباراه. طيب يعني كابتن الارقام في صالح كولر الحقيقه مدير فني النادي الاهلي امام نادي الزمالك، 4 لقاءات مواجهه مع الزمالك، كولر بيكسب كل اللقاءات يا كابتن، يعني برضو بتشوف ان هو خلاص بقى متمرس يا كابتن يعني كمدرب خصوصا في لقاءات القمه؟ هو راجل عنده شيء من شيء كبير جدا من العدل، وعنده شيء كبير جدا من الامانه، و يعني سوماني كان بيعتمد على 14 15 لعيب، هو بيعتمد على كل اللعيبه اللي موجوده، وده بيخلي دايما اللعيبه كلها حابه بعض، واوضه اللبس تبقى دايما جميله، لان كل لعيب هياخد حظه من الاداء ومن اللعب. الى جانب طبعا الامور الفنيه، بمجرد ما الماتش بيخلص يا محمد في الطياره بتبص تلاقيه قاعد واللابتوب قدامه الماتش اللي جاي، يعني الماتش يعني امبارح وهم راجعين قاعد في الطياره بيدرس البنك الاهلي. فراجل عارف انه في مسؤوليه على عاتقه. صحيح. في مسؤوليه عليه، والمسؤوليه ديت لابد ان هو، يعني انت شفت مدى فرحته وفرحه الجمهور، فعمليه اسعاد الجمهور دي مش قليله. هو كابتن فوجئ بجمهور الاهلي الحقيقه، وانا اتذكر برضو كان في لقاء القمه يعني اول ماتش دي امام الزمالك، فلما برونو سافيو احرز الهدف يا كابتن تتذكر، فطبعا هو ما كانش متخيل ان الجماهير بالشكل ده، فاكيد ماتش في ماتش وبيشوف السعاده دي اكيد طبعا تحقيق ذات بالنسبه له كمان يا كابتن. يعني انت عارف كمان ان هو الى جانب طبعا الراجل جاي من اوروبا، وبعدين انك بيلعبوا طبعا جدول منتظم، وبعدين بيلعبوا كل اسبوع ماتش طبعا من النمسا، طبعا ما فيش بقى يعني ضغوط. صحيح. يعني فجي لقى نفسه بيروح كاس عالم انديه، يروح افريقيا جنوب افريقيا، وبعدين يرجع على الهلال، على سان داونز، على الترجي، على الوداد، سفريات كلها. صح. من حر البرد فعقليته الناضجه، انا مش هينفع ان انا العب ب 11 او اثبت تشكيل، لكن دايما يا محمد وده برضو من خلالك بنقول للجمهور انه في عمود فقري هو مثبته. ده حقيقي يعني ده حقيقي. عمود فقري هتبص تلاقي في وسط الملعب فيرود، سيرد باك، جول، واثنين كمان على الطرف، والباقي كله بيتغير، واللي بيتغيروا دول هتلاقي الفرق بين واحد والتاني ما فيش فرق تقريبا. صحيح صحيح. يعني انت امبارح هاني، طب عمر عبد الواحد لو لعب هيبقى اقل من هاني؟ مش هيبقى اقل من هاني. طب واكرم توفيق؟ لا، اكرم بيلعب واقف على رجليه. طب وخالد عبد الفتاح اللي هو مره في ماتشات الزمالك
لعبوا سد باك اول ماتش لعبوا والاهلي كسب. صحيح يا كابتن. وكان بيلعبوا في مركز غير مركزه. فهو الراجل حتى كمان يعني ولعب عمر كمال كانت ناحيه الشمال في ماتش من الماتشات اول ماتش ليه كمان. يعني رايح علي معلول ولعبوا باك ليفت وبعدين لعبوا امبارح جناح يمين. وهتبصت لعيب يمرنه في النادي انه هو بس خلي بالك يا كابتن عادل، يعني حضرتك يعني مدرب كبير، هو عنده برضه لعيبه صراحه الكواليتي بتاعها يقدر يستغله في كذا مكان. يعني في ثلاث او خمس ست لعيبه الحقيقه كمان يعني في النادي الاهلي. برافو عليك. يعني برافو عليك. ودي حاجه الحقيقه مش موجوده في نادي اخر يعني او في فريق اخر، عشان نبقى بس ولا متفكر. ولا اي فرقه في العالم عندها الكلام ده. لما تلاقي رامي ممكن يلعب هاف ديفندر وممكن يلعب سد باك. محمد عبد المنعم هو ابتدى ايه قبل ما يلعب سد باك؟ كان بيلعب باك رايت. باك رايت صحيح. ايام منتخب. كروش في المنتخب. وبعدين لما حجازي اتعور راح مدخله سرد باك. طبعا الوحيد اللي ممكن نقول عليه علي معلول، انما الباقيين كلهم عمرو سوليه ممكن يلعب ستة وممكن يلعب ثمانية وممكن يلعب عشرة. طب اسمه ايه دوت طاهر يلعب يمين وشمال ويلعب راس حربة. كهربا يلعب راس حربة ويمين وشمال. صحيح. حسين الشحات برستاو كان بيلعبوا راس حربة وبيلعبوا وينج رايت. امام عاشور في كل حتة. امام عاشور بيلعبوا في كل حتة. ستة ثمانية عشرة. اكرم بيلعبوا في كاس العالم للاندية كان بيلعبوا هاف ديفندر. لعبوا في اظن ماتش جده او الماتش اللي بعديه بتاع اليابان كان بيلعبوا هاف ديفندر وبيلعبوا باك رايت. وممكن يلعبوا سرد باك. خالد عبد الفتاح بيلعب اصلا باك رايت. صحيح. وبيلعبوا سرد باك. لا الحقيقه النادي الاهلي عنده مجموعه كابتن فريده جدا الحقيقه. طيب كابتن بس للتذكره عشان السؤال اللي جاي، النادي الاهلي في لقاءات القمه ومع كولر بالذات احرز في نادي الزمالك 11 هدف ودخل فيه هدف واحد. يعني برضو في ماتش زي ده المعنويات بترتفع، يعني انت لما بتجيبها هدفين وبتكسب بطوله وبتكسب كاس مصر وبتكسب كمان الغنيم التقليدي المعنويات بتبقى مختلفه الحقيقه. الماتشات اللي جايه كابتن وهي الاصعب والمهمه بالنسبه للنادي الاهلي في دوري الابطال، شايفها بعد ماتش زي ده النادي الاهلي وطريقه الحقيقه؟ طبعا لسه طبعا هنتكلم على لسه القرعه الحقيقه، لسه هيتحدد مين هيلاعب الاهلي، لكن مشواره كابتن وان هو يحقق اللقب مره اخرى شايفه ازاي؟ شوف يعني انت عارف بقى النادي الاهلي بيقفل الصفحه على طول. والله سؤالك رائع الحقيقه، لان هو من خلالك طبعا بقول بهاني نادي الزمالك بالاداء الجيد وبهاني نادي الزمالك على الاخلاق والمبادئ القيمه اللي يعني ظهرت اخيرا. بنقول لهم هارد لك وبنقول الاهلي الف مليون مبروك، لان الاخلاقيات احنا شفنا امبارح زيزو هو خارج مصاب، ايه اللي حصل؟ جمهور النادي الاهلي كله بيسقف له. جمهور النادي الاهلي بيسقف. انت لو تعيد شريط المباراه زيزو هو خارج بالعربيه جمهور النادي الاهلي كله بيسقف له. حقيقي حقيقي يا كابتن. وده فرق بينه وبين شيكابالا. يعني شيكابالا عمل حاجه امبارح مش رياضيه يعني ومش اخلاق. لكن الحقيقه العلاقه بين الاهلي والزمالك كانت وستظل وستبقى على اعلى مستوى من الاخلاق ومن المبادئ ومن الود ومن الحب ومن الاحترام. هتفضل طبعا يا كابتن ان شاء الله. فانا بشوف الفتره اللي جايه الكوره اتعملت للاستمتاع. بعيد وبكرر من بقالي 30 سنه، الكوره اتعملت علشان نتبسط. مش علشان نحفل على بعض او نشتم بعض، احنا شعب واحد. بنلعب كوره عشان نتبسط وكل واحد يروح مش يحفل على زميله، لا. كل واحد يروح يشوف شغله، لان انا قعدت ساعه ونص ساعتين بستمتع بكره قدم بشجع فرقتي كسبت انا وسهلا. صحيح يا كابتن. ما تثبتش اسقف لهم. صحيح. وانا اهلي او زمالك فرقتي خسرت او ما الدنيا بقى مش هتقف، في بقى ماتشات جايه وفي بطولات جايه يعني، فاكيد مش كده. صحيح مش كده. انما احنا شعب، احنا كلنا شعب واحد وانديه بتشرف الكره الافريقيه والكره العربيه الاهلي والزمالك. صحيح. وبالتالي الفترة اللي جاية طبعا هتبقى في ماتشات في افريقيا في القرعة، الله اعلم القرعة هتتعمل اظن بكرة، اظن يوم الاحد. الاحد يا كابتن مظبوط، بكرة ان شاء الله. هتتعمل بكرة. وايا كان الفريق برضو الاهلي هيحاول ان هو بقدر الامكان ان شاء الله انه يعدي المرحلة دي ويوصل دايما كما عودنا دايما في النهائيات
تسع مرات او 10 مرات على طول في النهائيات. الماتش الدوري على طول انت بتقفل على طول شغال دوري. وفي طبعا الاهلي بيعاني شويه من الاصابات، لكن ان شاء الله الناس اللي موجود موجوده فرقتين يا كابتن، فرقتين هم. وبرضه الزمالك عنده كونفدراليه وعنده برضه اليوم افريقيا، الثلاث. فربنا ان شاء الله يوفق. ومن خلالك طبعا بنقول مبروك لجمهور الجمهور المصري، وكل سنه وانتم طيبين. بس ناكد بس كابتن، القرعه يوم الثلاث، قرعه دوري ابطال والكونفدراليه هتكون يوم الثلاث ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن. الثلاث كمان الحد لا الثلاث يا كابتن ان شاء الله. يبقى اجلوها بقى يمكن او حاجه. الثلاث يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن عادل. نشوفك دايما بصحه وبخير كابتن عادل، دايما نجم النادي الاهلي ورايه والحقيقه في مباراه القمه. وفي الاخر الاثنين جمهورين طلعوا زعلانين يعني مبسوطين، يمكن في بعض الحاجات كده زعلتنا شويه الحقيقه. يعني انا كابتن عادل جاب سيره شيكابالا، الماتش خلصان والامور يعني انا ما اعرفش هل شيكابالا اتعرض لضغوط حد يعني من الجماهير الاهلي، اتكلم شتمه عمل حاجه فضايقت شيكابالا فابتدى يروح ناحيته ايا كان بقى الاشاره. فكلاعب برضو واحنا باكد شيكابالا نجم كبير وكابتن نادي الزمالك، وعنده الفتره اللي فاتت الحقيقه تطور مختلف في شخصيته، فمهما كان الضغوط اللي عليه فخلاص انت وصلت لمرحله انك نجم كبير يا شيكابالا، فما ينفعش واحنا في الحاله الحلوه دي والتفاصيل الحلوه في المباراه ايا كانت الضغوط اللي تعرضت لها ان احنا نروح حتى نشاور بقى يعني باي حاجه. انت شاورت مثلا باي حاجه انت بعيد عن انها غير اخلاقيه، ليه اصلا بروح واتكلم مع الجمهور الخصم الحقيقه؟ يعني ليه نروح نتكلم مع الجمهور الاخر؟ خلاص الماتش خلص، بتلم انت ككابتن فرقتك، هارد لك يا شباب، هارد لك يا جماعه، تعالوا هنطلع الماتش اللي جاي ونفكر. هو ده الاسلوب الحقيقه، ده لازم يحصل مش كبالة، لانه وصل لمرحله بقول لكم شخصيه مختلفه، وكل كبيره وصغيره يعني ككابتن الفريق بيعتمد مجلس اداره وكابتن عبد الواحد السيد مدير كوره على شيكابالا لحلها داخل الفريق او اوضه اللبس. في حاجات زي كده يعني كنت اتمنى انها تكون بعدت عن شيكابالا شويه، كنت اتمنى انها تكون بعدت شويه، لان في الاخر الاتموسفير اللي كان موجود وتفاصيل والجو العام والماتش كمان خلص ما بين الاثنين اثنين فرقتين بلعبتهم حلو وجميل وانبسطنا الحقيقه بالشكل العام. فكنت اتمنى ان شيكابالا ما يروحش مهما كان الوضع ومهما كان الضغوط اللي عليه يروح حتى يعني ينطق حاجه. قلت لكم او بقول له كان لعيبتك الافضل انت تروح لهم تقول لهم هارد لك ما تزعلوش. طيب خلينا نروح لكابتننا الكبير كابتن ايمن يونس اللي بنسعد دائما بوجوده معانا، ولكن المره دي كابتن ايمن يعني كابتن رضا مش معانا، وانا عارف انك بتنبسط جدا لما بيكون موجود. سعادتي بوجود حضرتك دائما كبيره جدا كابتن ايمن، تحياتي ليك كابتن محمد. بس كابتن. انت مش محتاجنا في الحلقه دي خالص، ولا ليه؟ انا ولا رضا ولا اي حاجه. ليه يعني انت بتتكلم برؤيه رائعه ومنطق رائع وبحقيقه بصراحه. من ذوقك يا كابتن، من ذوقك. يعني اكيد يعني ماتش امبارح كنا سعداء بالجو العام والشكل العام الحقيقه للمباراه، ولكن الامور الفنيه ممكن يا كابتن كانت يعني كنا نتمناها افضل من كده. اخد راي حضرتك في الماتش بشكل عام يا كابتن. لا الامور الفنيه طبعا قليله، بس ده حيطان لاداء مضطرب جدا في قطاعات الناشئين في مصر. أوكي. لصناعه اللعب في مصر، لصناعه المدرب في مصر. اوكي يا كابتن. فحيطات ولسه اقل من كده هتشوف، لان دي مناطق. ده اللي حصل امبارح طبعا من اقل مباريات الزمالك والاهلي اللي اتفرجت عليها. بالذات يعني في الجماعيه، فن صناعه الفرص، فن استغلال الفرديات، فن التصويب، كل حاجه يعني بصراحه. يعني أنا بصراحة بعيدا عن كل حاجة الماتش كان يزعل في البداية بتاعته، لكن خلينا نقول إن كل مدرب النادي الأهلي كولر قدم هدية لنادي الزمالك، قدم له أسوأ تشكيل ممكن يلعب بيه النادي الأهلي. لكن فوجئت بيها كابتن أيمن بالتشكيلة دي نفسها. طبعا بالذات خط نص الملعب بتاع الأهلي من أقل التركيبات الفنيه، كل واحد على لوحده مميز، لكن المجموعه دي مع بعض ما كانتش كانت فرصه النادي الزمالك ما استغلهاش، استغلها بفوز وهمي او فوز اللي هو الاستحواذ او السيطره او الشو حلو، كل الحاجات دي في عالم كره القدم
مش موجوده، دي مكمله مش اساسيات. في فرق بين الاساسيات انك تجيب جون، والمكملات ان انت تأدي اداء جيد. لكن لما تأدي اداء جيد اوعى يتخيل اليك ان انت كسبان. صحيح. ده ماتش كاس لازم يكون فيه مكسب. مظبوط يا كابتن. تدع لعيبه نادي الزمالك بالاداء الجيد. كولر لما غلط وكولر لما صلح نفسه كسب المباراه. بس. يعني كولر قدم نفسه للزمالك هديه، الزمالك ما استغلهاش، كولر صلح اداء كولر، كولر كسب المباراه. طبعا خلينا نتفق ان ما كانش فيه كمان لعيبه واو، حتى اللعيبه اللي انت بتختارها، حتى امام عاشور ما عملكش 90 دقيقه مميزه. يعني هو الشوط الثاني او اللقطات بتاعت الجون والاسيست اللي ظهر بيه. صحيح. مفيش حد ادالك شو كروي بشكل جيد خالص. يعني شويه فتوح كان دخل في المباراه، شويه عمر جابر دخل في المباراه، شويه عبد الله، لكن الاستمراريه مفيش. النادي الاهلي نفس الشيء، يا دوبك حسين الشحات سندهم كان قوي، ظهور مميز قوي بشخصيه مميزه قوي لمصطفى شوبير. لكن بقيه اللعيبه بتعمل مجهود بدون انتاج، واللعيبه كلها حاجه غريبه بقى يا كابتن محمد وانت هتفهمها قوي، كل واحد بيخلي الكوره في رجله زياده شويه. بس دي عاده اللعيب المصري الريتم بطيء قوي لما تتفرج في الملعب. صحيح. لكل واحد ما عندوش سرعه التلبيه او سرعه الكشف الملعب انك تلعب بسرعه. صح كابتن طبعا تفرق كتير. اخطاء فنيه ساذجه نادي الزمالك لحد الدقيقه 60 فجاه تفك الملعب، الخطوط كلها بعدت عن بعض، لعبوا على مسافات كبيره، كل اللي كانوا بيعملوه صح الشوط الاول ابتدوا ما يعملوهوش. ابتدت الامور مع تغيير الكولر، الامور الاوضاع اتحسنت، شخصيه صح. اول لما نزل مروان عطيه عمل لهم المسمار الطبيعي لربط الخطوط ببعض، حريه اكتر لامام عاشور، ادته شخصيه مختلفه صراحه. قفشه كمان ادى لنفسه طيب. مساحات. حلو قوي كابتن انت اتكلمتني على موضوع التغييرات وقفشه بالذات، يعني هنا الحقيقه نزل قفشه وهنا نزل ناصر ماهر، والاثنين يا كابتن حقيقه اثنين لعيبه كويسه قوي ممكن يغيروا اداء اي فريق. بتشوف هنا قفشه كابتن ونجاحه في ان فريقه يكسب، وعلى الجانب الاخر ناصر ماهر ليه ما عملش نفس المردود مع فرقته من وجهه نظر كابتن ايمن يونس؟ ناصر ماهر كان لازم يبتدي المباراه. مدرب نادي الزمالك غلط في التشكيله الهجوميه، كان لازم يحط اوباما اكثر خبره راس حربه ويحط ناصر ماهر وراه نمره 10. وهي دي الخطا الوحيد. ناصر ماهر لما نزل كان الملعب متوتر وابتدى يميل لصالح الاهلي. فعمل، لكن هو الولد عنده شخصيه مميزه كويس صراحه. لكن المساحات لما كترت خلاص بقى، وبشيء من التوفيق خلي بالك، جات له كوره هو كابتن على ال 18 لو تفتكرها. مظبوط. بس مزبوط. طبعا ما لبستش في وش رجله، لكن التوفيق جه، وامام عاشور جاب الجون الاول، وقفشه جاب الجون التاني، الماتش خلص خلاص. صحيح. زيزو كابتن اثر على، ما عرفتش تكسب خلاص، الاهلي خطف الماتش. لو زيزو كان موجود وناصر ماهر كان برضه نزل يا كابتن، كان يفرق مع نادي الزمالك؟ يعني اصابه زيزو فرقت مع شكل هجوم نادي الزمالك؟ والله بص، كلمه لو دي كلمه بطاطه طويله قوي. لان ما زيزو كان موجود ولو نزل ناصر ماهر كان ممكن اللعب يزيد او يقل. انا مش حابب، لكن انا اللي انا عايز اقوله ان حتى زيزو ما كانش في حالته. فاهم؟ زيزو ما كانش في الاتيتيود بتاعه. لكن زيزو لعيب مؤثر حتى في اسوأ حالاته، ده لو هو يعني في اسوأ حالاته هتلاقيه هو المميز، واحد المميزين في المباراه، زي في النادي الاهلي تلاقي ممكن حسين الشحات نفس الشخصيه، اللي هو حتى وهو مش في احسن حالاته لكن بيعرف يقف على كورته ويلف على الكوره ويخترق الملعب بالعرض وبالطول. وزيزو بصراحه نجم قوي فيها، وحسين الشحات كمان صراحه مميز. خلينا نقول ان المباراه وراها اسئله كتيره، المباراه ما ادتناش اجابات. صحيح. شخصيه كره القدم المصريه، الاداء المصري. انا بس عايز اقول كلمه يعني لاهلنا في السعوديه، برافو برافو على الشو، برافو على الابهار طبعا. برافو ان انتوا حولتوا كره القدم لصناعه، برافو ان انتوا خليتوني اغير على بلدي. ده راجع غيران، ومش عايز اقول لك يعني حاسس ان ده كله كان تطور طبيعي للاجواء عندنا، لكن احنا وقفنا في مكاننا بقالنا كتير. لكن هم بصراحه شافوا عمليه تطوير كره القدم بشكل يعني مثير لكل واحد بيحب كره القدم. الشو اللي اتعمل في الملعب غير عادي. صحيح. جماهير الناديين روعه، تحيه لجماهير الناديين. جمال عجبني قوي جماهير الاهلي لما سقفت لزيزو، كنت قاعد في الحته دي كله بيسقف لزيزو وهو والف سلامه بشكل رائع جدا. عجبني قوي جمهور الزمالك، ولما لعيبه الزمالك بتطلع الكره لعيب كره من الاهلي وقعوا بيسقفوا وبيعملوا اجواء الجماهير بصراحه روعه. جميل. الله، يعني احنا ما عندناش اجواء متوتره؟ مفيش يا كابتن. تصدق مفيش يا كابتن؟ احنا ممكن قوي بشيء من النظام
الانضباط ان انت تخلي الناس بشيء من النظام كابتن يعني بدون قطع كلامك، وشويه حاجات حلوه زي اللي احنا شفناها كده نرجع جمهورنا تاني. ما هو ده اللي انا بقوله ان انت بتحول شو كروي، انت مش ماتش كوره. هم ما عملوش ماتش كوره، ده قدموا لك مسرحيه طبعا. كره القدم بين الزمالك والاهلي صحيح، ده كان شو مسرحي. كان ناقص بس اللعيبه تلعب ماتش حلو بس والله يا كابتن. طبعا ما هو ده اللي يزعلك، لكن لا ويزعل قوي. بس تاني انا ارجع واقول لك اوعى اوعى تبقى فاكر ان ده ماتش عارض، لا ده ماتش نتائج حاجات كتيره صحيح. قوي لازم نفكر فيها كمحبي الكوره او مسؤولين الكوره. بتفق معاك جدا. طيب ده هيخليني بقى كابتن يعني اخر سؤالين مش عايز اتعب حضرتك. السؤال الاول خاص بعبد الله سعيد، هل لك تفسير في مستوى عبد الله سعيد في الماتش ده كابتن؟ خلي بالك وانت راجل لعيب كوره، اي اداء لاعب بيرتبط بيه هو شخصيا وبيرتبط مع اللي حواليه طبعا. فانا اعتقد ان حوالين عبد الله سعيد كان التفاهم قليل قوي، ما قدرش يدي الانتاج المتكامل اللي كان يتوقع منه، رغم انه بقى عمل مجهود كتير كابتن محمد غير عادي في الملعب. لكن احنا دايما بنقيم اي لاعب بانتاجه صحيح، وهو انتاجه كان قليل قوي في الماتش ده بصراحه. حقيقي. طيب اخر سؤال كابتن عشان ما تعبش حضرتك بقى. لا شيكابالا يعني برضو يعني انا كنت بتكلم حضرتك معايا على التليفون لسه، يعني شايف موقفه ازاي في اخر المباراه كابتن؟ غير مقبول. لا احنا بره مصر غير مقبول، احنا جوه مصر غير مقبول، احنا في اي حته غير مقبول. اللي عايز يتكلم يتكلم في الملعب وهو بيلعب، غير مقبول. شيكابالا كابتن كبير وكابتن تاريخ النادي الزمالك، تصرفاته مهمه قوي، غير مقبول ايا كان، حتى لو اتغلبت في ضربه جزاء ظلم غير مقبول. انت بتمثل نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك صحيح، واعتقد مهم قوي مهم قوي ان احنا نفهم يعني ايه بنلعب بره بلدنا. كلمة كبيرة. انت ما بتمثلش ولا زمالك ولا اهلي، انت بتمثل مصر. انا ليه بقول جماهير الناديين كانوا روعة؟ صحيح، لان هم عملوا تمثيل رائع لجماهير مصر صراحة. شرفونا بجد. المباراة مليانة حاجات حلوة طبعا نحب نشوفها، مليانة حاجات وحشة نحب ما نفتكرهاش حتى صحيح. لكن خلينا نتفق، المباراة جرت انذار كبير لصناع كرة القدم في مصر صحيح. كابتن حسام حسن بكرة القائمة كابتن في ماتش زي ده، يعني بالاداء ده يجي له حاله من ان اختار مين، ما كله وحش مثلا او مش في حالته؟ مش كله مش في حالته دي ده اللي عندك، ده اللي عندك هو عنده وهو عنده. يعني دايما هيعتمد على اللعيبه الدوليه، اللعيبه المحترفه الخارجيه. اللعيبه المحترفه هتدي له التاثير اللي هو هيحتاجه. لكن خلينا نتفق الحاله الحاليه عمليه صعبه قوي لحسام، هتحس ان هو بيلعب كذا، بيجيب لعيب من هنا ولعيب من هنا، وبيوفق اوضاع وشخصيات، مجهود مش يعني الامور مش واضحه. منتخب مصر لازم يتغير، منتخب مصر اللي شفناه في الامم الافريقيه ده مش عايزينه، الشخصيه دي مش عايزينها. 70 80% من اللعيبه شايفينها انها قد لا تصلح في المرحله الجايه. عايزين عناصر عندها حماس قوه لكن بخبره، وعناصر مليانه خبره. مسؤوليه كبيره على حسام حسن، والاجواء بصراحه ربنا يوفقه. صلاح لو لعب بكره كابتن، صلاح لو لعب بكره يعني تفتكر يعني انت عارف ان حضرتك طبعا ليفربول ما اعرفش يعني هم مصممين ان صلاح ما يجيش المنتخب لو لعب وأنا بكره؟ وانا مصمم ان صلاح ما يجيش المنتخب بجد. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وليه موضوع؟ وليه موضوع؟ وليه الناس شايفه انه موضوع؟ وليه ما نديش لمحمد صلاح نفس؟ الراجل مصاب، لازم نهلكه، لازم نرهقه، لازم نجيب له اكتئاب نفسي. هو خارج من الامم الافريقيه اتبهدل بمعنى الكلمه، اصابه واجواء تخس هناك، يعني كوت ديفوار الجو كله كل عضلاته. الراجل رجع تاني بينفخ في نفسه، بيستعيد نفسه، هيلعب ماتش يوازي ماتش منتخب مصر. انت عارف يعني ايه يلعب ضد مانشستر سيتي ولا ربنا يوفقه؟ العالم كله بيسقف. صحيح، صلاح ممثل لكل اسم مصر، منتخب مصر طبعا ممثل لمصر، بس اللي بيعمله صلاح ده تمثيل لمصر لا يقل قيمه عن منتخب مصر. فاحنا لازم نقلل المشاكل. صحيح، والمسؤول ده درجات ذكائه هي اللي بتقوده ازاي يتلاشى المشكله. بس كمان محتاجين درجات التواصل تبقى واضحه ما بين صلاح والجهاز الفني. يعني لازم تبقى واضحه. يا جماعه سيبوني انا محتاج اخد راحه واجدد طاقتي واجدد استعداداتي هنا في ليفربول. طب اوكي يا صلاح، الماتشين اللي جايين دول انت مش معانا.
لازم برضو العمليه دي تبقى واضحه فيها التواصل صحيح المسؤول ومحمد صلاح، لكن هيبقى قوي يسمع ان مفيش تواصل. مشكله كابتن كبير حقيقه. لا ما فيهاش، انت عارف انا قلت معاك في حلقه من الحلقات، قلت لازم جوله لابراهيم حسن يقابل المحترفين في بلادهم عشان يقعدوا يحطوا النقط على الحروف مع بعض، وده مش عيب مش تقليل، لان خلي بالك النجوم دول كلهم بيمثلوا. مرموش بيقول لك مرموش المصري، محمد صلاح ايجيبشن كينج، انت يعني انت طبع. دي طريقه الكلام على لعيبتك. طب شايف يا كابتن ان في يعني التواصل اللي حضرتك بتتكلم عليه، ايه سبب التجاهل ده؟ او يعني شايف ان مثلا صلاح ما بيتجاوبش او ما فيش تواصل معاه؟ اولا هل دي مشكله اتحاد الكوره ولا مشكله كابتن حسام يعني او الجهاز الفني؟ لا مشكله كله، ما دام ما فيش تواصل يبقى كله غلطان. محتاجين، وطبعا عندنا بقى شياطين السوشيال ميديا اللي بتسخن وتلخبط الدنيا كلها، ويضربوا لك اخبار ويضربوا لك جوابات وصور وكل حاجه، الشياطين دول موجودين بيكبروا صحيح. اي حاجه. طب نتغلب على الاجواء السلبيه ازاي؟ ان احنا نتواصل ونعلن تم التواصل، احنا بنعمل كذا، احنا هنقابل كذا، احنا قررنا كذا. هو يا كابتن ايمن، لو حد مع يعني ايا كان كابتن ابراهيم حسن مثلا يطلع يوم او يومين انجلترا ويقعد مع صلاح، ايه المشكله؟ ممكن يحصل ولا كده؟ حاجة. ممكن يحصل كده يعني، عشان بس لو مش عارفين نجيبه في التليفون يعني اعتقد. لا يعني. ماشي ولا حاجه، بمنتهى البساطه على رأيك يبعت ايميل رسمي، انا كمدير فني او انا كمدير اداري لنادي الكوره لمنتخب مصر جاي يوم الاثنين والثلاث لمقابله المسؤولين في ليفربول ومقابله محمد صلاح، ايه المشكله؟ ونفس الشيء يتعامل مع مرموش، ونفس الشيء يتعامل مع تريزيجيه، ونفس الشيء يتعامل مع مصطفى محمد، مع كل اللعيبه المحترفه بتاعتك. ما هو انت محتاج تعرف النادي انت مين وبتفكر ازاي وتفكر مع النادي. لكن انت هتقول لي لو لعب بكره محمد صلاح لا هيجي بقى المنتخب غصب عنه، اقول لك لا، يلعب بكره ويرتاح عندهم ويعمل التشفى عندهم ويجدد طاقته عندهم وياخد نفسه من العلقه اللي خدها، ماتشين وديين او دوره وديه مش هتفرق ولا هتزود ولا هتنقص محمد صلاح. صحيح صحيح صحيح. لازم نفهم ان محمد صلاح ده كلمه كبيره قوي واسطوره كبيره قوي في حياتنا، مع كامل احترامنا لمنتخب مصر ان هو كل حياتنا. محتاجين نتفاهم بشكل احسن من كده. طيب هي نقطة مهمة جدا يا كابتن، قبل ما اقفل موضوع صلاح بقى واشكر حضرتك يا حقيقة اللي انا تعبتك يعني، يعني صلاح في الحقيقة في وقت من الاوقات يعني كان بيعاني من عدم المعاملة الكويسة يعني كابتن، او يعني الامور ده بالنسبة له كان ممكن اكيد يعني غير سعيد يعني، هل بتشوف ان مع الجهاز الفني الجديد ممكن صلاح هو انت لما تلاقي خمسة ستة مسؤولين بيتكلموا عن صلاح ده ينفع؟ المفروض في واحد محدد هو اللي بيتعامل مع صلاح صح. يعني دلوقتي ابراهيم حسن فقط هو اللي من حقه يتكلم في موضوع صلاح او يتعامل في موضوع صلاح، ولا عضو مجلس اداره ولا رئيس الاتحاد. ما فيش حد يقول اصل احنا او قلنا او هنقول للوزير اشرف صبحي يكلمه، لا 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 لا، لا. شخص واحد فقط هو اللي يقدر يتعامل مع صلاح، مش 50 واحد. صحيح. وكل واحد بيقول لك يا سيدي بعتنا له وما ردش وده مش عايز يجي، والتاني اللي بيحاول يخونه، والتاني اللي بيحاول يقول ده متعادي، ده عيب يا جماعه، ده الورده اللي بنتعايق بيها قدام العالم، ده احنا اللي نحافظ عليها، ده اللي يجيب سيرته ناكله، ده ورده، ده التاريخ كله من عنده، ده انت الراجل ده لو انجلترا غزتك واحتلت مصر، الراجل ده راح غزا انجلترا واحتل عقولهم وقلوبهم. صحيح. قال الشرر يا كابتن، قال لك الاسبوع اللي ما فيهوش صلاح ما فيهوش متعه في كره القدم والدوري. وانت قال دي مش هيئه خافيه على محمد فاروق كمان؟ انت محمد صلاح لما بيلعب بتبقى قاعد عامل ازاي في صحيح كلنا يا كابتن، ده انت بالظبط لو يعني رجعت وانا بلعب كوره كابتن ده دلوقتي يا رب يلعب بكره ويا رب ربنا يوفقه ويكسب ويجيب جون او اتنين رب، لان كل جون بيجيبه صلاح ده هرم من طبعا يا كابتن. طبعا انا كان نفسي ابقى يعني صلاح، لما تيجي كان نفسي ابقى زي محمد صلاح يا كابتن، بس انا كبرت عنه. بقول لك كان نفسي ابقى زي صلاح كلاعب وحضرتك اكيد برضه. دي فلاتات. بص يا محمد، دي فلاتات يعني، ام كلثوم فلت، عبد الحليم فلت، عبد الوهاب فلت، صحيح، عمر الشريف فلت، محمد صلاح فلت، دي فلتات التاريخ بيتكعبل ويقف قدامها، نجيب محفوظ فلت، دي فلتات للتاريخ. ده محمد صلاح في المقامات دي يعني، انت فاهم اللي هو يغير ويأثر ويديك احساس بالسعاده واحساس بالزعل. لا ده مش نحافظ عليه، ده احنا كلنا نشتغل ازاي نحافظ عليه ونحافظ على منتخب مصر عشان بس الناس ما تطش في الملعب، ونحافظ على بلدنا ونحافظ على كل حاجه. والله يا محمد
كل حاجه سهله، بس صح. الاول نعرف نتفاهم مع بعض. صحيح، اتفقنا. ابراهيم حسن محتاج يعيد العلاقات مع كل اللعيبه المحترفين. كالعاده حوارك جميل ممتع والله. انا بشكر حضرتك يا كابتن، مستمتع بيك ودايما كده متالق. كابتن ايمن ويس نجمنا الكبير ونجم نادي الزمالك السابق الحقيقه، وكلامه عن مباراه القمه والقائمه الخاصه بمنتخبنا بكره اللي هيعلنها صلاح وتواجده في مباراه الغد امام مانشستر سيتي. ولو لعب بكره وحاله بقى لعبه ولو ما جاش صلاح، هل ايه اللي يحصل؟ هل نزعل منه ولا يعني نسيبه بقى فعلا زي ما ناديه بيقول احنا عايزين ما يبقاش في ضغط لقاءات عليه عشان اصابه كانت كبيره، لان احنا شفناها هي فعلا اصابه اخذت وقت طويل مع صلاح. فبالتالي ده بشكل عام وللقايمه بكره اللي منتظرين الحقيقه من كابتن حسام حسن. طيب هنطلع لفاصل، كابتن خالد جد الله هيكون معانا النهارده. كابتن خالد جد الله طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، ويعني عندي بعض الاخبار برضو يعني هاخد رايه فيها الحقيقه، لان عندنا اخبار مهمه في البريمو النهارده، لكن عشان وقتنا وكابتن خالد ناخد اكبر وقت معاه هنطلع لفاصل ونستقبله بعد الفاصل. توج الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بلقب كاس مصر بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد في اللقاء اللي جمعهم مساء الجمعة على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية. وحافظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على سجله خالي من الهزيمة أمام الزمالك، ليكرس المدرب السويسري عقدته الأزلية أمام الزمالك بعد ما فاز على الفارس الأبيض في أربع مواجهات جمعتهم منذ توليه قيادة الأهلي، وسجل لاعبوه 11 هدف واستقبلت شباكه هدف وحيد. كانت البداية في السوبر المصري اللي أقيم في الإمارات، وفاز وقتها المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهم برونوسافيو وكريم فؤاد. وبعدها حقق مارسيل كولر الانتصار على الزمالك في بطولة الدوري بالموسم الماضي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية مقابل هدف، قبل ما ينتصر مساء الجمعة على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كاس مصر. مارسيل كولر رفع رصيده من البطولات مع النادي الأهلي لسبع ألقاب، بواقع لقب للدوري الممتاز ولقبين لكاس مصر وثلاث ألقاب للسوبر المصري ولقب لدوري أبطال أفريقيا، ليتخطى رقم المدرب المجري هيديكوتي مدرب الأهلي السابق في عدد بطولاته مع المارد الأحمر، فحصد الأخير ست بطولات فقط مع الفريق الأهلاوي قبل ما يتفوق عليه السويسري. كمان تفوق كولر على الثنائي بيتسو موسيماني ورينارد سوبل، واللي حقق كل منهم خمس بطولات فقط رفقة النادي الأهلي، وأصبح المدرب السويسري على بعد لقبين فقط من معادلة رقم حسام البدري مدرب الأهلي السابق واللي حقق تسع بطولات مع الفريق الأحمر. وبيمتلك كولر الفرصة لتحقيق ذلك هذا الموسم، علماً بأن البرتغالي مانويل جوزيه هو صاحب أكبر عدد بطولات في تاريخ مدرب الأحمر، فحصد خلال مشواره 19 بطولة. عودة لحضراتكم مرة أخرى، وهنكمل الحلقة الحقيقة مع نجمنا الكبير النهاردة كابتننا الكبير كابتن خالد جد الله نجم النادي الأهلي السابق، والحديث عن مباراة طبعا نهائي كأس مصر اللي انتهت بفوز النادي الأهلي. الحقيقة كابتن خالد احنا بنرحب بيك ودايما بنسعد بوجودك معانا، تحليل فني دايما بيبقى مختلف مع حضرتك. تحياتي ليك يا محمد، وأنا ببقى سعيد جدا وأنا موجود. ربنا يخليك يا كابتن. يعني شفت الماتش ازاي امبارح؟ فنيا ويعني بنتكلم الأول المجمل في الشكل الجمهور والاحتفالية ونهائي كاس مصر أول مرة يبقى خارج الأراضي المصرية، وفي نفس الوقت بقى نروح للأمور الفنية، ده هيبقى ليها جزء تاني مع حضرتك أكيد. يعني طبعا احتفالية كبيرة جدا، وبنشكر طبعا المملكة العربية السعودية والمستشار تركي آل الشيخ على هذه الاحتفالية الرائعة في أكبر وأعرق مسابقة اللي هي كاس مصر وأقدم مسابقة. جمهور الناديين برضو نرفع لهم القبعة، جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك، شكل الملعب كان حلو جدا أوي. واحتفالية من قبل اللقاء حاجة تساوي جميل. قيمة فعلا مسابقة كاس مصر وقيمة الفرقتين الأهلي والزمالك، فطبعا كان منظر رائع جميل. وكابتن يعني إبهار
والتفاصيل والتوقيتات يعني كله محسوب. كل حاجه الحقيقة محسوبه. ويمكن ايمن يونس كان معاك في مداخله انا سمعته، فعلا الواحد غار على بلده. يعني لما الواحد شاف المنظر دون وشاف ان الماتش بره ملعبنا، السعوديه بقى بتستعد لكاس عالم بعد سنين. بس هم بيشتغلوا يعني هم بيشتغلوا اكتر ما بيتكلموا، وبيشتغلوا في صمت، وبعدين بتيجي بتحس ان نتيجه الشغل بتاعهم والتعب بتاعهم ده بيبان. فطبعا بنحييهم جدا، والشكل كان هايل يعني. طيب امور الفنيه يا كابتن كانت لازم تكمل بالشكل الحلو ده، يعني رايك في الماتش؟ يعني انا وجهه نظري، انا طبعا ما اعرفش وجهه لا الماتش حقيقة. كان يعني انا من وجهه نظري الماتش كان سيء، ولا يوازي قيمه النادي الاهلي وقيمه نادي الزمالك بلعبته. الماتش كان مستواه الفني ضعيف جدا، وانا بقول الله يكون في عون حسام حسن في المرحله اللي جايه، بالذات في الدوره الوديه اللي هيلعبه. ليه يا كابتن؟ ماتش زي ده يحدد يعني حاله اللعيبه مش مطمئن. طبعا ما انت منتخب مصر قوامه كله محترفين، اهلي زمالك صحيح. ممكن ما تلاقيش حد تاني يعني، مش هتلاقي. فلما يكون الاداء الفني لعيبه النادي الاهلي والزمالك على المستوى الفردي والمستوى الجماعي سيء زي ما شفناه امبارح، طبعا دي حاجه تقلق. طب سببه هل المديرين الفنيين يا كابتن، ولا اللعيبه نفسهم، ولا الكواليتي نفسه؟ يعني برضو اخد رايك فيها دي يا كابتن، لان مهم بقى. لا نمره واحد زي ما بقول لك، الاداء الفني الفردي مسؤول عنه كل لعيب. تمام. كل لعيب مسؤول عن ادائه الفردي صحيح. وعن امكانياته، بيقدر يطلعها ولا ما بيقدرش يطلعها. الاداء الجماعي مسؤول عنه المديرين الفنيين. فامبارح الاداء الفردي بالنسبه لكل اللعيبه لا ما كانش على المستوى المطلوب بشكل كبير جدا. وزي ما بقول لك الله يكون في عون حسام حسن. وانا من هنا هون يعني اطلب من الاعلام ان ازاي يهيئوا الجو لحسام حسن في البطوله الوديه اللي احنا داخلينها دي، اللي هي دي بطوله وديه مش اكتر من كده، لان انا برضو بشوف نغمات هنروح ونكسب والبطوله يعني مش عايزين الضغط دون، لان ممكن ما يحصلش. وعايزين نهيئ لحسام الجو الهادي ان هو يقدر يشتغل فيه. الجانب الجماعي كابتن بقى الجانب الجماعي مديرين فنيين ابتدوا الماتش الاثنين بصراحه عملوا اخطاء رهيبه في التشكيل بدايه الماتش. وانت عارف الماتشات القمه، الماتشات الكبيره، البدايات دي مهمه جدا. لازم انت هتستغل خطا طبعا اللي قدامك، هما الاثنين الاثنين يعني بالنسبه لمستر كولر اول حاجه هو اشتراك كهربا كان منطقي. تمام. ولكن كهربا كان بعيد عن الماتشات، بس ما كانش قدامه، كان هو الخيار الافضل احسن من مودست. تمام. ولكن نص الملعب اللي هو رمانه الميزان بتاعت اي فريق، انا فوجئت بكريم نيدفيد. كريم من اللعيبه الكويسين جدا طبعا، ولعيب امكانياته هايله، البدنيه والخططيه والتكتيكيه، ولكن برضه كان بعيد، كان مفاجاه ان هو يبتدي. كان المفروض مروان عطيه بادي، ده المنطقي يا كابتن، ده المنطقي، ولاعب الماتشات اللي فاتت وباين بشكل كويس وظهر بشكل كويس، كان المفروض ان هو يبتدي الماتش. هي دي كانت نقطه قلبت الميزان بتاع نص الملعب بتاع النادي الاهلي شويه. اوكي. من ناحيه السيطره. تمام. على الجانب الاخر الزمالك، الزمالك بقى يعني الزمالك كلام كتير. يعني الزمالك اي مدير فني انت بتشوفه بيكتشف امكانيات اللعيبه بدري ولا هياخد وقت؟ واضح ان جوميز هياخد شويه وقت، لسه ما وصلش. حظه انه لعب ماتش زي الاهلي في التوقيت؟ لا بالعكس، مش حظه ولا حاجه، لا امكانيات اللعيبه بتتقاس على طول. يعني واحد زي عبد الله السعيد، عبد الله السعيد طول ما هيلعب هيلعبوه في الحته دي جنب الديفندر اللي هي بيقولوا عليها ما مع 8 ولا ما، لا عبد الله مقوماته وان هو يفيد الفرقه مش هتبقى في الحته دي قدام. هو عبد الله تحت راس الحربه اللي هو الراجل قريب بالظبط، قريب ان هو يقدر يلعب سروي، يقدر يشوط، يقدر يجيب جول. هتضيع مجهوده كله في الحته الدفاعيه؟ لا بيه مش هينفع. فطبعا دي كانت غلطه كبيره جدا. وقربوا من عمرو السليه كمان، كان مهم. وقربوا عمرو السليه امبارح بيلعب معاه مان، طبعا اثر عليه بشكل كبير جدا. كان من المفروض ان هو يبتدي باتنين ديفندرين، اللي هو بالنسبه لفرقه الزمالك الولد اللي جابوه من طلائع الجيش محمد شحاته، محمد شحاته مع دونجا، دول اتنين في ديفندرين في نص الملعب ساتين. متابع انت كابتن محمد شحاته؟ طبعا لعيب كويس ولعيب صغير وهيبقى عنده الدوافع. لما طلعه كابتن في ماتش من الماتشات بدري انا استغربت برضه، من ساعتها ما لعبش. ما دي غريبه بقى، ما هي دي بقى قياس الامكانيات بتاعت اللعيبه. هو لسه مش عارف، انا ما اعرفش يوميا طلعه ليه. يعني يمكن كان واخد انذار
فالناس افتكرت ان هو مطلعه عشان هو ما لعبش بقى ما حاجه هو كان بره القايمه اصلا انما هو لعيب كوره كويس صغير في السن بيجري كتير جدا مسمار في نص الملعب قدراته الدفاعيه تقدر تزودك في النواحي الدفاعيه في نص الملعب وكان خلى عبد الله السعيد قدامهم كان هيريح عبد الله وكان عبد الله هيدي بشكل كبير جدا في النواحي الهجوميه كان هيقدر يلعب الناس ولكن دايما اي بلاي ميكر محتاج فراوده قدامه عشان يلعبها انت لو ما عندكش النوعيه دي او الكواليتي دي عبد الله هيلعب مع مين ناصر منسي امبارح بعيد قوي قوي بعيد عن مستواه الجزيري لما نزل يا كابتن الجزيري مش بعيد بعيد خالص مع انه لعيب كويس على فكره دولي. هو يمكن دولي. يمكن اعاده هو مش مقتنع ان هو يقعد فلما نزل يعني ده جات له كوره كان ممكن سهل جدا انه يجيبها جون وفي كوره تانية ناصر ماهر لعبها له لعبها بالعرض على الارض هو لو كان قطع من قدام وهو واقف ورا لا يعني برده بعيد قوي وواضح ان هو مش مركز فطبعا الامور دي كلها اثرت عبد الله السعيد ممكن لو انت مدير فني شاطر تاخد منه 45 دقيقه كويسين جدا وتطلعه بعد كده يعني راي حضرتك ان عبد الله مستواه الفني في ماتش بالاخص امبارح يعني كان سببه اشتراكه في مركز مش بتاع عبد الله طبعا دي بشكل دي غلطه جديد. المدير الفني يعني. طبعا دي نمره واحد نمره اتنين زي ما بقول لك انا لعبه في الحته اللي قدام وانا جايب ناصر ماهر لعيب كويس انا ندي عبد الله السعيد شوط واحد بالاتفاق معاه من البدايه ولا من الشوط الثاني من البدايه انه هيطلع كل طاقته خلال 45 دقيقه سواء كويس وحش هيطلع يعني حتى لو كويس وبعدين ناصر ماهر ينزل يقوم بالحته دي فكان بيقول لك ناصر ماهر لو كان ابتدى كابتن كان فرق مع مثلا مع نادي الزمالك يعني ما عشان ناصر ماهر يبتدي يبقى لا اما هتقعد عبد الله لا اما هتلعبه في الحته اللي جنب دونج وفي الحالتين انت هتخسره لا انا اقسم الماتش على الاثنين يعني عبد الله ياخد شوط وناصر ماهر ينزل ياخد شوط هتبقى زي مثلا شيكابالا هل شيكابالا يعني من اول الناس اللي انا ضمتهم معايا في منتخب مصر الناشئين شيكابالا هل انت في حاله شيكابالا هل تقعده ويلعب شويه واتيفر بقى نص ساعه ولا تبتدي بيه وبعدين تطلعه ما هو ده فكر وتفكير مدير فني صح بالنسبه لشيكابالا شيكابالا في حاجات صغيره الاجانب مش هتعرفها شيكابالا كابتن تيم وشيكابالا نادي الزمالك جاب لعيبه جاب عبد الله وجاب مش من المنطقي ان شيكابالا يقعد لا المنطقي انه يبتدي ويطلع ده هيبقى لوجيك لان انا مش هخسره حتى في 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 حته اوضه اللبس في حته السيطره على اللعيبه والكلام كمان في ماتشات زي الاهلي كمان او ماتش زي الاهلي يبتدي ماشي كويس يتساب ماشي كويس يطلع انما ان هو يقعد في ظل لعيبه بتلعب وهو كابتن تيم بس كان هيبقى على حساب مين يا كابتن مثلا في ماتش زي ده يعني زيزو يعني هو لعب زيزو في المنطقه دي خلاص كان وينج بقى في المنطقه دي كان هيبقى على حساب زيزو الناحيه الثانيه مصطفى شلبي يعني ينقل زيزو الناحيه الثانيه واتيفر مفيش مشكله ويبتدي التغييرات اللي بتحصل ومصطفى شلبي يقعد وبعدين يلعب له شوط لما شيكابالا يعني كده الدنيا هتهدى شويه يطلع طيب مصطفى شلبي ليه الاهلي نجح كابتن بالفوز من وجهه نظر نجح لان اللعيبه مصدقه نفسها لعيبه النادي الاهلي مصدقه نفسها ان هي ممكن تكسب في اي وقت حتى لو هم وحشين ودي نقطه مهمه جدا بمعنى جدا الجانب الاخر ما كانش مصدق انه يكسب لعيبه نادي الزمالك مش مصدقين امبارح ان هم ممكن يكسبوا هم مصدقين ان طول ما الماتش تعادل هم كده كويسين انما ان هم يكسبوا لان كانت فرصتهم امبارح في ظل حاله لعيبه النادي الاهلي كان لو هم مصدقين نفسهم ان هم ممكن يكسبوا كانوا كسبوا كانوا جابوا جوان ولكن هم عايزين الماتش يروح لإكسترا تايم ويروح لضربات الجزاء لازم يكسبوا ما هو ده ماتش المكسب ما كانش في دماغهم يعني انا قصدي يا كابتن ان لعيبه نادي الزمالك لما ابتدت تستحوذ يعني الزمالك للاسف طبعا المباراه ما فيش هجمات خطر يعني على المرمين ما فيش استحواذ ما حسوش ان دلوقتي مثلا انا خلاص ثقه عندي اقدر ادوس يعني في الملعب اكيد اللعيبه بتحس لا حسوا ان هم هيفضلوا بنفس الريتم مستحوذين ده حاجه كويسه وبقوا ينقلوا على فكره النقل بتاع نادي الزمالك امبارح يعني
يرجع الفضل ليه لعبد الله السعيد. ده كلام عبد الله ان ازاي ننقل وما تفقدش الكره بسرعه وما تلعبش الكره في الحته الغلط. كان نادي الزمالك جاي عليه وقت ومحتفظين بشكل كويس، ولكن برضه ما عندهمش الامكانيات الهجوميه اللي تخليهم يوصلوا للجول. انت بتلعب راس حربه، ناصر منسي بعيد جدا، ويمكن انا كنت افضل ان اوباما يبتدي الماتش كراس حربه مش ناصر منسي، يعني في ظل برضه حاله سيف الجزيري. فانت ما عندكش المقاومات الهجوميه لما زيزو طلع كمان. فقدت السرعات. مصطفى شلبي على فترات يروح ويفوت بس مفيش انتاج، مفيش قرارات مظبوطه. يعني بيروح عشان يفوت، هو مش عارف يعمل ايه بعد كده، هو رايح عشان يفوت. طب بعد الفوته صح، ما دي مشكله برضه. مفيش طبعا مفيش قرار متوضب او في جمله محدده هتتعمل. لا مفيش لا مفيش. فطبعا كانت العمليه يعني حضرتك بتقول ان لعيبه الاهلي دي خبرات يا كابتن، خبرات وثقه وثبات انفعالي. انا يمكن في مداخله قبل الماتش كان مع اسلام، كان تالي يوم الاربعاء، قلت له الفرق ما بين لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك الثبات الانفعالي في الماتشات الجامده وفي الماتشات اللي فيها ضغط وجماهير واعلام مركز قوي على المباراه. الثبات الانفعالي بتاع لعيبه النادي الاهلي بيقدروا يتحكموا في نفسهم بشكل كويس. اثناء المباراه كابتن، اثناء المباراه شايف اكتر حاجه عملها كولر غيرت الشكل الخاص بالنادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني، هل التغييرات فقط ولا امور ممكن فنيه حضرتك يعني شفتها؟ التغييرات بس، ونمره واحد قفشه. يعني قفشه انا اتفق، يعني ما اعرفش، انا رايي كان نمره واحد ان هو ياخد رجل المباراه. والله كابتن رضا امبارح كان عايز قفشه ياخد رجل المباراه. لا ليه 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 قفشه؟ لان هو نزل غير الماتش. يعني عمل اسيست، ادى كوره لامام عاشور جاب جون وجاب جون. فطبعا هو قلب لك الماتش. وبعدين ادالك برضو حاجه ان انت تتاكد منها، ان اللعيب اللي بيعرف يباصي الكوره ويباصيها في الحته المظبوطه لازم تمسك فيه، يعني تبقى لازم تديله اهميه وتلعبه، يعني ما تهملوش. فقفشه امبارح طبعا انا من وجهه نظري كان يستحق احسن لاعب في المباراه. وفي نفس الوقت كمان ليه قفشه كان احتياطي، ان لعيب انت بتقعده لعيب كويس وقعد احتياطي وبعدين ينزل يعمل لك فارق، ده بتدي لك برضو ان هو سوي وان هو مش متضايق انه قاعد وان هو عايز الفرقه تكسب ونازل مركز عشان يبقى اضافه. فطبعا كل الحاجات دي كنت بسال على موضوع قفشه ونصر مرح، يقول لي تقريبا برضو يعني نصر بيعرف يمسك كوره وبيجري وبيروح كده، ليه ده نجح وده ما نجحش مع فرقته؟ عشان اللعيبه اللي حواليه زي ما بقول لك اي بلاي ميكر عايز ناس بتتحرك له عشان يقدر يلعب لها الكوره. يعني قفشه الجون الاولاني بتاع امام، لو امام ما قطعش بين حمزه المسلوسي وما بين عمر جابر، وطبعا عمر جابر طلع نفسه بره هنا برضو الاخطاء الدفاعيه اللي في دفاع نادي الزمالك. طب قفشه كان هيلعبها ما كانش هيلعبها في نادي الزمالك. ناصر ماهر مفيش حد بيتحرك، الناس كلها واقفه. ده في واحده زي ما بقول لك عملها لسيف الجزيري يمكن ما حدش خد باله منها. هو مشي من ناحيه اليمين وقام عاملها، شاطها بوش رجله على الارض. سيف الجزيري كان في ظهر محمد، هو لو قطع هيحطها كده اللي طلعها بمنع المكابتن او رامي حاجه كده وهو بالظبط. واقف ما عايز الكره تجيله في مكانه في ما ينفعش. لا ما ينفعش. فطبعا اي بلاي ميكر، ناصر ماهر لعيب من اللعيبه الكويسين جدا 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 وعنده اكتر من كده بكتير، بس عايز ناس عندها على الاقل سرعات بتعرف تخترق وبتعرف تفوت. كده حضرتك يعني بتقول لي ان فعلا ان الشكل الجماعي النادي الاهلي كان ناقصه لعيب زي قفشه طبعا، لكن الشكل الجماعي نادي الزمالك ناقصه ناس كتير. طبعا طبعا، حتى وعبد الله موجود. لا في انت او بالنسبه لنادي الزمالك العمود الفقري بتاع اي فرقه حارس مرمى، مساكين، ديفندر، راس حربه. الزمالك بيفتقر في الحته دي حاجات كتيره قوي. يعني مش عايز اتكلم بتفاصيل قوي، لا اصل هو كابتن بنتكلم تحليل ماتش. الحقيقه الماتش الزمالك والاهلي امبارح يعني الامور بالنسبه لنا احنا ما استمتعناش. فبالتالي في اخطاء هنا وهنا، اخطاء كتير. لكن اللي قدر زي ما انت قلت كده ان لعيبه الاهلي مصدقه بالظبط ان هي ممكن تكسب. وخد بالك احنا بعد 2-0 فاروق، بعد 2-0 لو في خمس دقايق تاني كان النادي الاهلي جاب جونين كمان. فرقه نادي الزمالك ابتدت تهاجم بدون حساب وبدون يعني الدنيا باظت. انت فاهمني انت ازاي كشكل تيم الدنيا باظت، يعني بقى الناس بتتقدم
وما بترجعش في مساحات كبيره جدا كانت لعيبه النادي الاهلي زي الجون الثاني قطعت مروان عطيه لامام مشي رايحين 4-2 او 3 يعني كان هتحصل لهم مشاكل. المشاكل في دفاعات نادي الزمالك حسام عبد المجيد لعيب كوره صغير وسنه صغير وهيلعب اولمبيات ولعيب اساسي في المنتخب الاولمبي. انا هقول له كلمه واحده مفيش مساك بيسيب مكانه ويروح. كان في كذا صوره نص الملعب او انا في صورتين هنا محمد هاني هو رايح لمحمد هاني محمد هاني ده باك رايت انا مساك ايه اللي يخليني اسيب هنا واروح لمحمد هاني وفي صوره فتوح وراه يعني فتوح الباك ليفت بيغطيه طب ما فتوح وانت خليك في مكانك ورا فتوح انت بتسيب ده مش مدرب وبعدين يعني المدرب لازم يكون بيوجهه دايما مش المدرب ده دلوقتي كل المدربين اللي مرنوا حسام حتى الجون بتاع امام عاشور قفشه لما الكره اتلعبت له برضه حسام قام رايح مقابل قفشه طلع من مكانه رايح الطلعه بتاعت حسام دي خلت حمزه المسلوسي يضم وراه شويه حصل الجاب ده وما بين حمزه وما بين عمر جابر. لو حسام موجود في مكانه حمزه كان هيفضل في مكانه. جابوا لنا كده يا جماعه واحنا بنتكلم كابتن خالد يا ريت في ممكن الاجوان الاجوان بالصور يا ريت حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا ده حاجات صغيره بالشكل الدفاع اللي تفاصيل يعني. صغيره هتيجي دلوقتي الكابتن يعني هنا مثلا جايزوها ماشي فالتفاصيل الصغيره دي اهو حسام هنا اهو مثلا لا بس مش في لا مش هتبان هنا كابتن انا هجيب لك الاهداف حالا يا ريت التفاصيل الصغيره فعلا كابتن في خط يعني التفوق يعني المقارنه ما بين خط الدفاع هنا وخط الدفاع هنا في صالح النادي الاهلي طبعا بالذات في حته القلب لا كانت فينس الاربعه لا طبعا النادي الاهلي متفوق برضه المسلوسي مش بتاعته كفته كف يعني النادي الزمالك الناحيه الثانيه مش بتاعته عشان ما عندوش مش بتاعته وبعدين اصل دايما انا بقول ايه المساك ده اتولد هو بيلعب في مكان واحد بس مساك مش هتجيب مساك تلعبه في حته تانية لا مش بس ممكن باك رايت يجي يلعب مساك ماشي اوكي نص ملعب يلعب مساك لا يعني ارجع مثلا بالتاريخ عندنا في النادي الاهلي مثلا ماهر همام مالوش مكان غير مساك ما ينفعش يلعب في مركز تاني غير مساك محمود صالح ما ينفعش يلعب غير مساك فدايما المساكين مصطفى يونس ما كانش ينفع غير في مساك فدايما المساكين هم مكان واحد بس بيبقى حافظ الحته دي وبيأدي فيها بشكل كويس جدا بص حساب يعني بص الجاب اللي ما بين عبد الله السعيد من هناك وحمزه المسلوسي بص حسام عبد المجيد بص بس كابتن لو ما كانش طلع كان مش هيشوط ما يشوط ايه المشكله مش في جون واقف وفي هو وهم موجودين بقول لك ما كابتن ما تخليهوش يشوط لا يعني الديفنس دايما انا دلوقتي لما ايه هو مش المفروض هو اللي يقابل اولا يعني دونجا هنا بيعمل ايه نمره 8 ده ما هو المفروض ده هو المفروض دوره صحيح تمام هنا بص حسين الشحات هنا شيكابالا فين شيكابالا كان لازم يرد هنا عمر جابر كان لازم يخلي امام عاشور هو اللي بره حسام ما كانش يطلع الخمس ست خطوات دول عشان الحته اللي هي بقت فاضيه دي ما تكونش فاضيه لان حمزه ابتدى بقى باصص على الحته دي عشان يغطي حسام قفشه دونجا كان المفروض يقرب منه شويه حتى لو من هنا هو اللعيب هيشوط ما يشوط ما فيش اي مشكله بس انا كمسك ما سيبش مكاني واطلع عشان تتلعب في الحته دي لواحد تاني يبقى زياده تيجي جول فهو طبعا خطأ نمرة واحد من حسام ان هو طلع الخطأ بقى في التمركزات الناس التانية وبعدين لعيب الكورة بياخد قرار في اقل من الثانية هو ده اللي بيفرق لعيب كورة عن لعيب كورة انت في الثانية اللي انت عايز تاخد فيها القرار بتاخده صح ولا بتاخده غلط هي دي اللي بتفرق كورة جول يا كابتن شوف صاي الكورة كانت صعبة كان جدا صعبة جدا بس هي عشان اللي مش عارف القانون هي ايد امام سابقة بس الايد ما بتتحسبش لان انت مش ممكن حد هيجيب هدف بايده فالكعب بتاع عبد الله السعيد كان سابق وبعدين في حتة بقى برضو حتة المديرين الفنيين الشاطرين في التكتيك الدفاعي الجماعي انا دلوقتي المساك ده المفروض ان هو اخر واحد صح مظبوط مفيش حد في ظهره طب حتى لو حسام عبد المجيد طلع الطلعه دي المفروض كل خط الظهر يطلع يبقى على نفس الخط
كنت هتلاقي كل الناس دي اوفسايد، امام اوفسايد واللي هناك وكله، طالما فيه واخر واحد طلع عشان يقابل لازم الديفنس كله يطلع على نفس الخط، انما مش واحد يطلع وواحد واقف وواحد مغطي والكلام ده. يعني كان لازم هنا عبد الله يطلع اسرع من كده، والمسلوسي وعمر جابر على خط ال 18. هو عبد الله خلي بالك كابتن، عقبال ما الكره وصلت لامام كان هو اصلا بعد قفشه، عشان عبد الله وجوده هنا في الناحيه الدفاعيه غلط. ايه اللي جابه هنا؟ اعتقد ان هو كان هو اللي المفروض اقرب واحد يقابل يا كابتن. بص احنا هنا في الجنب اليمين في محمد هاني وفي مين؟ كهربا. محمد هاني ده المفروض بتاع مصطفى شلبي. كهربا في الناحيه دي ياخده احمد فتوح. ماشي. وحسام برضو في مكانه قدام حمزه المسلوسي في الحته الفاضيه دي، وعبد الله السعيد ممكن كان يبقى قدام قفشه، يعني مع قفشه، او دونجا مع قفشه وعبد الله يكون موجود هنا. فهي التمركزات. هو عبد الله خلي بالك كابتن ساعتها الكره انا لو تتذكر اتقطعت منه فعاوز يرجع يجيبها. فيعني ده ممكن سبب رجوع للمنطقه دي، مناطق مش في صوره تانية اخطاء اي سبب الاهداف بالظبط. وصوره تانية حسام عبد المجيد مع محمد هاني في كورتين ناحيه اليمين او ما اعرفش راح لو معاكم الهدف الثاني يا جماعه كمان برضو كابتن خالد يعني بيحلل الهدف. يا ريت كان معاكم الحقوق. بص كابتن هنا هو ده، انا بقى هو النادي الزمالك كان خلاص بقى عايز يعوض الجيم اتفتح، وهو ده اللي انا بقول لك عليه. ان بقى فيه هجوم بدون حساب. بص هنا هو امام معاه الكوره، في هنا كهربا في كهربا في الناحيه الثانيه، وفي قفشه هنا. دونجا فين؟ يعني دونجا في الوقت ده فين؟ المفروض يبقى راجع مع قفشه. وكهربا مع الراجل ده. والراجل ده هناك معاه واحد. اوكي، انما ده هنا بقى المشكله. هنا السرحان وعدم الرجوع وعدم الفهم ان الكره اتقطعت. ما اقعدش افكر بقى اتقطعت ليه لا برد مكاني على طول. فهي دي الـ التحركات دي هي اللي برضو دي الكره اتقطعت برضو في نص ملعب كانت هجمه مرتده، ومروان عطيه لعبها لامام. امام معاه واحد ده تمام. تمام، ده قفشه كان كابتن لو ما سددش ولعب بالعرض يمين كده كهربا فاضي ومودس في الشوط الاولاني. في الشوط الاولاني زيزو في كره اللي شاطها برجله الشمال ومصطفى شوبير كانت نفس الوضع بالظبط. عبد الله السعيد اتحرك تحرك برضو ما حدش خد باله منه. تحرك عالمي. لو زيزو بدل ما يشوط حطها لعبد الله كان لوحده، لان هم كل مدافعين النادي الاهلي اتلموا على زيزو. عبد الله قطع من وراهم بقى لوحده خالص. لو بدل ما يلعبها في الجون عملها كده لعبد الله السعيد كان جابها جون. انت فاكرها الكره دي؟ لا فاكرها، لان الكره الوحيده هي اصلا راحت على النادي الاهلي وشوبير طلعها. هي دي القرارات اللي في اقل من الثانيه. اشوط ولا باصي احسن؟ انا شايف ولا مش شايف؟ هي دي بس اللي بتفرق. طيب هرجع لحضرتك تاني كابتن، هنطلع الفصل وهرجع لحضرتك تاني خاص باللقاء الحقيقه. وانت قلت لي التغييرات، واعتقد ان التغييرات سواء هنا او هنا الابرز ناصر ماهر وقفشه، لكن اكيد كل تغييره ليها هدف. هاخد حضرتك في النقطه دي ورايك في اهداف يعني. خلاص قفشه اوكي احنا عارفين نازل ايه، ناصر ماهر عارفين اوكي نازل ليه، لكن بقيه التغييرات برضو وجهه نظر كولر ووجهه نظر جوميز في تغييراته بباقي اللاعبين هتكون عاملة ازاي من وجهة نظر حضرتك كابتن خالد. هطلع لفاصل ومكملين مع حضرتكم مع كابتن خالد جدل. قاد محمد مجدي قفشة المارد الأحمر للتتويج بلقب كاس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة اللي جمعتهم مساء الجمعة على استاد الأول بارك بالرياض في المملكة العربية السعودية. واستطاع البديل قفشة أنه يصنع الهدف الأول لزميله إمام عاشور في الدقيقة 84 قبل ما يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 94 بمهارة فردية رائعة. وسبق لقفشة أنه سجل 5 أهداف للنادي الأهلي في الوقت القاتل قبل هدفه في مرمى الزمالك بنهائي كاس مصر، ليصبح أحد المتخصصين في تسجيل أهداف البلاس 90. فسجل قفشة هدف الفوز للأهلي على سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 91 في المباراة اللي حسمها المارد الأحمر لصالحه بنتيجة 2-1 في بطولة الدوري الممتاز. كمان قاد قفشة الأهلي للفوز على نظيره الداخلية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر بعد ما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 92، وخطف قفشة نقطة التعادل للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بعد ما سجل هدف في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء في بطولة الدوري الممتاز.
وسجل أفشة هدف في الدقيقة 94 في مرمى المقاصة خلال المباراة اللي فاز بيها النادي الأهلي بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري، وسجل هدف في الدقيقة 96 في فوز الأهلي على حرس الحدود 2-0 في بطولة الدوري الممتاز، وأخيراً سجل أفشة هدف في فوز الأهلي على الزمالك بنهائي كاس مصر ليعزز اسمه في سجلات المتخصصين بتسجيل الأهداف بعد الدقيقة 90 من عمر اللقاء. وبخلاف أهداف البلاس 90 كان لمحمد مجدي أفشة عدد من الأهداف القاتلة والحاسمة، أبرزها هدفه في مرمى الزمالك بنهائي القرن ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمعروف بالقضية ممكن. تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر ليتوج بطل للمرة 39 في تاريخه، وانضم إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لقائمة خاصة بتضم 9 نجوم تمكنوا من التسجيل في شباك الأهلي والزمالك بعد ارتداء قميص القطبين، وكان إمام عاشور تمكن من صناعة الفارق في لقاء نهائي كأس مصر فسجل الهدف الأول في وقت قاتل قبل ما يصنع هدف محمد مجدي أفشة الثاني بشكل مميز ليحصل عاشور على لقب أفضل لاعب في اللقاء. البداية كانت مع عبد الكريم صقر فسجل 19 هدف في مباريات القمة من خلال تسجيل 10 أهداف للأهلي و9 للزمالك. كمان نجح مصطفى كامل طه في تسجيل 17 هدف في مباريات القمة فسجل 12 هدف للزمالك و5 للأهلي، وسجل لبيب محمود 10 أهداف في مباريات القمة من خلال تسجيل 9 أهداف مع الأهلي وهدف للزمالك، وسجل حسام حسن 9 أهداف في مباريات القمة من خلال تسجيل 5 مع الأهلي و4 للزمالك، وسجل عبد الرحمن فوزي 7 أهداف في القمة من خلال تسجيل هدف مع الأهلي و6 مع الزمالك. أما جمال عبد الحميد سجل 6 أهداف في القمة بواقع هدفين مع الأهلي و4 مع الزمالك، وسجل الصقر أحمد حسن 3 أهداف في القمة من خلال تسجيل هدفين مع الأهلي وهدف مع الزمالك، وتمكن محمود عبد المنعم كهربا من تسجيل هدفين في القمة من خلال هدف مع الزمالك وآخر مع الأهلي. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية، و كابتن خالد جدار كنت بسألك على التغييرات هنا وهنا كابتن، يمكن احنا شفنا أفشة وناصر مال هم أكثر متألقين للفرقتين في التغييرات اللي حصلت كابتن. فكر كولر في التغييرات الثلاثة من وجهة نظر كان إيه؟ والجانب الآخر برضو كان فكره كان إيه؟ بالنسبة لكولر إن أول التغييرين المهمين جدا اللي أعادوا التوازن لنص ملعب النادي الأهلي أفشة ومروان عطية. وكان عمر كمال كان معاهم كابتن برضو. انا بتكلم على نص الملعب يعني كان الحته دي الحته اللي في القلب اتظبطت بشكل كبير جدا. انت كسبت حاجتين، مروان عطيه حطيته بمجهوده الكبير وقدراته الدفاعيه الكبيره جدا وحتى تمريراته السليمه اداك دفعه كبيره جدا في نقل الهجمه من نص ملعبك لنص ملعب نادي الزمالك. أفشة في صناعه اللعب والتمرير المظبوط السليم في الحته المظبوطه، فطبعا اداك تقل بشكل كبير جدا. يمكن عمر كمال نزل ناحيه اليمين ولكن برضو اداؤه يعني ما ظهرش، يعني ما حسيتش بيه لان برضو دوره ما كانش، يمكن الوقت كان قليل بالنسبه له. ولكن التغييرين اللي عملوا الفارق بالنسبه للنادي الاهلي هو مروان عطيه وقفشه. مروان عطيه وقفشه الزمالك كابتن، هو شيكابالا طبعا كان اصابه زيزو، نصر ماهر، جزيري، بعد كده سامسون. يعني بس انا كلامك على الثلاثة الأولانيين، شيكابالا هل عمل فارق لما نزل مكان زيزو؟ لا ما عملش. شيكابالا ما كانش كويس، ما ظهرش برضو بالصورة اللي تناسب إمكانياته. زائد سيف الجزيري برضو لما نزل ما كانش كويس، كان بعيد جدا، مع إن أنا مستغربها عليه. يعني هو لعيب كويس ولعيب دولي، مستغرب الشكل اللي هو ظهر بيه
وسامسون طبعا كان نزل و ملحقش وخلاص زي مودست النتيجه 2-0. اه بالظبط يعني الناحيه الثانيه برضو انا بس مودست على فكره امبارح شويه لعبهم برضو كان بيخبط لا يعني في يعني حسيت ان هو بيخبط وبيجري غير الماتشات اللي فاتت مختلف يعني مختلف سنه ولكن هم دول الشويه اللي يناسبوه يعني ما كانش ينفع يبتدي الماتش يعني لو كان بدا بمودست كابتن كان هتبقى خطا بالنسبه لكولر ولا كان هيبقى لان هو ابتدى الفترات اللي فاتت كان بيه. على حسب مستوى مودست في الماتشات اللي قبل كده كان هيبقى خطا طبعا جماهير النادي الاهلي ما كانتش هتقبله وبالذات لا قدر الله لو حصل حاجه نتيجه عكسيه يعني فهو حافظ عليه خد بالك كولر صح. يعني بيحاسب عليه يعني محاسب على مودست بشكل كبير جدا يعني بيلعبه عارف بيلعبه امتى ويقعده امتى فهو بيلمعه بشكل كويس نتيجه ان هو اللي اختاره كمدرب يا كابتن انت عارف كولر لعب 4 مرات الزمالك كسب الاربعه ودي حاجه خد بالك ماتشات الاهلي والزمالك برضو في مدربين بيبقوا كويسين جدا ولكن تلاقيه حظه او بخته او كعبه مش عالي مثلا على فرقه الزمالك خلاص كده بقى كعبه عالي طبعا 4 لقاءات يعني لو لعب الزمالك ممكن تاني كابتن لو فرقه الزمالك زي ما هي يكسب تاني خلي بالك احنا لعبنا نهائي كاس لسه الدور الاول للدوري الممتاز والدور الثاني الدور الاول تقريبا في مارس القادم لا في اول ابريل تقريبا بعد العيد تقريبا بعد رجوع المنتخب من الدوره هيبقى ماتش قريب بس برضه هتبقى كفه النادي الاهلي هي الارجح لان خلاص بقت امكانيات فنيه لعيبه هنا وهنا مفيش مفاجآت يعني انت امكانيات يعني حتى واحنا بنتكلم كابتن الاداء اللي عمله نادي الزمالك والاستحواذ ده ما يخليش ثقته حتى ما لو خسر في الماتشات اللي جايه مختلفه قدام الاهلي هجوميا يعني. نادي الزمالك محتاج دعم كبير جدا خلاص ما انا عشان كده بقول لك منين هتجيب منين يعني. طب في الماتشات الاخرى في البطولات الاخرى نادي الزمالك ما بعد مباراه زي كده هل تاثر عليه لو ما شدوش حيلهم هتأثر عليهم في الكونفدراليه في مرحله معينه مع فرق معينه دور الثمانيه على حسب هيلعبوا مين على حسب هم هيلعبوا قدام مين يعني ممكن بس محتاجين ان هم هجوميا يبقوا اشرس من كده بكتير جدا الحقيقه ناصر منسي بشوفه في ماتشات كويس قوي وبرضه شايف الدين الجزيره معرفش بقى هل ده ماتش عارض بالنسبه لهم ولا دي كانت فرصة عشان الاهلي لا دي بالنسبه الماتش كان اهم لنادي الزمالك بشكل كبير جدا لان دي بطوله ممكن يحصلوا عليها في ماتش يعني انت فاهمني ازاي ممكن ما تتكررش تاني لا وبعدين تغلبوا على بيراميدز برضو كانت في الدور قبل النهائي بالظبط بالظبط يمكن انما هم لا انا شايف نادي الزمالك محتاج تدعيمات مهمه جدا بالذات في قلبي خط الدفاع ومركز راس الحرب طيب لو كابتن خالد هيدي التقييمات احنا طبعا عندنا التقييمات بتبقى موجوده يوم الماتش بس انا عايز برضو حضرتك ايه تقييمات من خلالك تقييمات بالنسبه للاهلي لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك هتدي كام بقى لكل واحد هيطلع على على الشاشه دلوقتي كابتن بدايه من شوبير حقيقه احنا برضو ما اتكلمناش على شوبير حقيقه لان برضو هو ما اختبرش بالظبط غير في كورة زيزو طبعا ولكن رقم يعني. الثبات الانفعالي موجود مصطفى ميستو ما يحسسكش ان هو لعيب صغير او ما كانش بيلعب انت تحس ان هو بيلعب من 5-6 سنين فات صحيح. ودي ميزه كبيره جدا شكله كويس تديله كام مستواه كويس بالنسبه للماتش امبارح هديله 7 طيب هاني يا كابتن محمد هاني محمد ما كانش كويس يعني عنده أحسن من كده بكتير أديله 4 أنا بحب هاني جدا أيوه وكان يعني أنا كنت مدير كرة منتخب الشباب أيوه كان معاك هو وزيزو وأوباما أيوه عنده معرفش ليه بيدي للعيب إنه بيفتح له بحيث إنه يعدي من على الخط أيوه وللأسف كل مرة بيحصل كده بيعدي أيوه أنا معرفش ده كمدرب كابتن بقى مفروض يعمل إيه محمد هاني في حاجه زي كده واحد ضد واحد ايوه ايه المفروض يعمل ايه ما يديش للعيب المسافه ما بينه وبين اللعيب اللي معاه الكوره ما تبقاش كبير لان لو كبيره هيترقص عشان هو هيبقى اسرع وهو صاحب القرار بالظبط لازم يبقى مش اول مره امبارح مصطفى الشلبي عملها تقريبا مرتين ثلاثه وقبل كده في الماتشات
بتاعت افريقيا. أيوة. برضو اتعملت بالظبط وكانت يعني خطر. لازم يقرب الأهلي. شويه لازم يقرب المسافه ما بينه وبين المهاجم تبقى اقرب من كده بكتير. طيب عبد المنعم يا كابتن محمد، يعني كانت ما كانش فيه راس حربه اديله برضو ستة عشان ما كانش فيه راس حربه خطر تقدر ما اختبرش تقدر تقيمه. طب ورامي ربيعة يعني برضو اديله ستة بس عمل كم الكره حضرتك اتكلمت عليها بتاعت ناصر ماهر دي هاي اللي طلعها بالظبط هاي ستة. لا وفي واحده خدها وتقدم بيها مشي بتاع 40 50 يارد بيلعب نص ملعب وكان بيتقدم دايما بالظبط. معلول يا كابتن علي اديله ستة. ستة. طيب السوليه او نبتدي كريم نيدفيد في نص الملعب. كريم اديله خمسة. امام عاشور او السوليه كابتن معلش خلينا السوليه اديله سبعة. سبعة. امام عاشور. امام اديله عشان الجون يعني اديله سبعة. سبعة. عشان الجون بيرسي تاو كابتن. بيرسي تاو ما كانش كويس امبارح عنده اكتر احسن من كده بكتير اديله اربعة. ده هي ماتشاته طبعا اربعة الاقل لغاية دلوقتي على فكرة بس تقول لحضرتك صح الاقل. اي حسين الشحات حسين خمسة يعني برضو نفس الوضع كان برضو عنده كان بعيد الحقيقة حسين لما بيبقى فيه في ماتشات زي كده مع انه لما بيضم على نص الملعب بيخش على جوه بيعمل فارق بالنسبة لفرقة النادي الاهلي. طيب كهربا كابتن. كهربا يعني عشان كان بعيد عن مستواه عشان ان هو ما كانش بيشترك قبل كده نديله ثلاثة. ثلاثة اقل واحد. اقل واحد. اقل واحد. طيب لما نزل عمر كمال كابتن تديله كام؟ ما لحقش عمر يعني نديله وقت يعني ما وقفش لعب تقريبا نفس الوقت يا كابتن. بس المردود. بس الانتاج والمردود ايه هنا والمردود والمكان برضه اديله اربعة. اربعة. طيب مروان عطية. مروان اديله سبعة. تمام. قفشة اديله 8. 8. عايز تدي مودست واكرم توفيق؟ مودست يعني انت قلت الراجل كان شارد حلو شويه ممكن يعني اديله 4. 4. اكرم توفيق كابتن 4. 4. طيب كولر ادارته للقاء امبارح كابتن انت قلت حضرتك في امور فنيه وامور جماعيه الحقيقه والاثنين هو الراجل مشترك فيها لان هو لازم طبعا مسيطر على كل الامور طبعا دي. تديله كام يا كابتن؟ يعني على التشكيل اللي ابتدى بيه الماتش والتغييرات يعني دي الحاجه اللي عملها غلط اللي هو التشكيل من البدايه وبعدين التصليح في من خلال التغييرات يعني اقدر اديله ستة. ستة. طيب هروح لنادي الزمالك ولعبته كابتن. أوكي. عواد يا كابتن. عواد هل يتحمل الهدفين عواد يا كابتن؟ يتحمل المسؤولية؟ يتحمل يعني الهدف الأولاني بتاع إمام يتحمل بس مش جزء كبير لأن سرعة الرد الفعل بتاعته مش في اتجاه الكورة هو اترمى بس مش في اتجاه الكورة يعني ولكن مش بقدر كبير الـ 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 الهدف الأولاني والهدف الثاني مسؤوليته لأن برضه هو سرعة رد فعله بطيئة هي الكورة قفشة لعبها ببطن رجله مش جامدة جت في احمد فتوح غير اتجاهها المفروض هنا هو الريتم بتاعه في القومه والرميه يبقى اسرع من كده شويه هو نفس الوقت فما ملحقهاش. تديله كام كده؟ اديله وبعدين يا محمد عواد يعني من الحراس الكويسين كويس طبعا بس انا نفسي اشوفه بيتكلم حارس المرمى اللي ما بيتكلمش ده ويوجه خط الدفاع وتحس انه بيتكلم وليه صوت لا بيفرق معاه كتير جدا جريء بالظبط كده بالظبط اديله اربعة. طيب عمر جابر يا كابتن امبارح. عمر اديله خمسة. تمام. مسلوسي ستة. حسام عبد المجيد اربعة. فتوحة كابتن خمسة. دونجا ستة. عبد الله السعيد. عبد الله انا صعب عليا عشان بيلعب في المكان ده مش بتاعه فاديله خمسة. عشان مش مكانه كابتن عشان مش مكانه. طيب اوباما كابتن. اوباما واحد. واحد. كان بعيد خالص غريب. مصطفى شلبي يا كابتن. مصطفى اديله ستة. ناصر زيزو قبل ما نروح لناصر منسي زيزو قبل ما يتعور برضو زيزو ما كانش في حالته في الفوقان بتاعه اديله خمسة. ناصر منسي. ناصر اديله ثلاثة. شيكابالا
شيكابالا اديله 4. ناصر ماهر بقى كابتن 2. لا ناصر ماهر ولا ناصر ماهر. مش ناصر منسي، احنا ادينا ناصر خلاص. خلاص لا ناصر ماهر اديله 6. ست انا برضه استغربت ده. يعني 6 لا يعني عمل شغل كويس حلو. الجزيره كابتن 1. سامسون يعني ما لحقش اكيد. ما لحقش. طيب جوميز نفسه كابتن بقى في الامور الفرديه والجماعيه بالنسبه للفريق امبارح اديله 4/10. 4/10 لان الماتشات الجامده البدايه مهمه جدا. انا اول ما بتفرج على ماتش جامد حتى بعيد عن الاهلي والزمالك، يعني بكره مثلا مانشستر سيتي ضد ليفربول، من التشكيل الاولاني بيبان يعني في حاجات. فهو برضو ما حلفوش التوفيق يعني في. طيب قبل ما اروح لفقره نمبر 1 اسالك بكره كابتن، كابتن حسام هيعلن عن قائمه المنتخب ما بعد مباراه الاهلي والزمالك. تقدر تتوقع لي مين يروح من الاهلي ومين يروح من الزمالك؟ وهل صلاح لو لعب بكره يلعب او يجي منتخب مصر في الدوره القادمه، الدوره اللي في الامارات ان شاء الله؟ لا بالنسبه لصلاح صلاح ما يجيش. يجي ليه؟ ليه التعب وليه الارهاق؟ وانا كان نفسي ابراهيم حسن اول ما القصه دي ابتدى الاعلام يتكلم فيها كتير كان يطلع لا كان يطلع يقول ان احنا مش هنجيب صلاح عشان نحافظ عليه وعشان يستكمل شفاه وعشان يبقى فت، واحنا يعني الدور الاكبر بالنسبه لصلاح في الماتشات الرسميه مش في دوره وديه يعني. حتى لو لاول معسكر مش بالنسبه للكابتن حسام؟ لا لا مش هتفرق خالص خالص. اصل صلاح مش غريب على حسام وحسام مش غريب على صلاح. فانا كان نفسي يعني ان هو ما يجيش ويستريح، وده امر طبيعي جدا يعني. حتى لو لعب بكره كابتن؟ حتى لو لعب. لو لعب بكره لان تبقى مش... كابتن طبعا لو لعب بكره مش عارف بقى اقول لك ايه اللي هيحصل. الاصحاب بتاع النفوس الضعيفه الحقيقه لا لا دول كل واحد بيتكلم في القصه دي بيبقى ليه غرض معين ما تفهملوش بقى هو بيقول كده ليه. انما هي ممكن تحصل مشكله كبيره جدا ان لو جالك وتعور معاك تاني مين اللي هيتحمل المسؤوليه دي؟ انت بتسيبه استكمل شفاه وكمل معنا دي ودي دوره وديه، دي ماتشات وديه. هي الفكره قوه المباريات يا كابتن، ما هو بيلعب مباريات قويه الحقيقه. مانشستر سيتي لو هيلعب ماتشات جامده طبعا، ماتشات الدوري الانجليزي قويه أيوه. والدوري الاوروبي برضو قوي أيوه. ولا ماتشات منتخب مصر اقوى؟ لا ماتشات الرسميه أيوه. اللي هو بيلعبها طبعا اقوى. لا خفيف بس انت مش محتاج. وانا اجيب في ماتش خفيف ليه؟ اجيب صلاح في ماتش خفيف ليه؟ وبعدين الماتشات مش هتبقى خفيفه، الدوره الوديه دي مش هتبقى خفيفه. انت بتلعب تونس كرواتيا يعني مش هتبقى خفيفه. فانت ممكن يجيلك ويتعور معاك تاني، تحمل انت مسؤوليه ان انت جبته ولعب معاك وتعور. سيبه دي دوره وديه، سيبه شوف حاله، وعشان لما نبتدي الماتشات الرسميه يبتدي يجي بقى. تمام. توقعك كابتن زي ما قلت لك كده القائمه من الاهلي والزمالك بكره بعد الماتش الاخير؟ على ماتش امبارح ولا على فكره مش هيبقى بسبب الماتش؟ مش هيبقى يعني. مش هيبقى على ماتش امبارح يعني. اكيد طبعا. لا في لعيبه لازم تكون موجوده مثلاً. احسن الموجودين يعني بالنسبه مثلا للنادي الاهلي انا شايف مصطفى شوبير لازم ياخد لازم ياخد فرصه. طبعا عندك محمد عبد المنعم وعندك هاني وعندك مروان عطيه وعندك امام وممكن عمرو السوليه وعندك حسين الشحات و رامي ربيع. لا كابتن ورامي يروح لان لا رامي يروح رامي يروح لان انت برضو في الحته دي ما عندكش ناس على مستوى مصر كتير سوري. يبقى رامي ربيع كمان يروح وكهربا ممكن يروح تبقى دفعه ليه ومعنويا يرجع وليه ما قلتش قفشه كابتن مع ان قفشه مثلا النهارده كويس او امبارح كان كويس؟ انا اسف انا نفسي التفكير بالنسبه لقفشه يتغير شويه من ناحيه المدربين. قفشه لعيب محوري وليه دور كبير جدا ممكن تستفيد منه مش من خلال اشتراكه 90 دقيقه، ممكن تستفيد منه في وقت حتى معين. انا اتمنى ان قفشه برضو يكون موجود. تمام. طب في الزمالك ممكن يا كابتن تتوقع ينضم لمجموعه من طبعا زيزو ما اعرفش اصابته هتكون عامله ازاي لسه طبعا. هننتظر طبعا الامور بالنسبه له تكون عامله ازاي طبيا يعني. يعني نادي الزمالك عند يعني في حراسه المرمى مثلا كابتن صبحي ولا عواد مثلا يروح؟ لا انا عواد 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 واحمد فتوح و ناصر ماهر ما يروحش. حسام حسام هياخد عمر جابر. هياخد عمر جابر هياخد عمر جابر. دونجا دونجا يروح ايوه. ناصر ماهر صف شلبي لا
مصطفى شلبي لا وزيزو لو 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 سليم, لو سليم. يعني مصطفى شلبي ممكن يكبت ممكن ممكن يعني لو زيزو مش هيكون موجود يبقى هل ممكن يبقى في اسماء جديده كابتن حسام يضمها كابتن من انديه اخرى او يعني او حتى من الانديه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها ممكن على حسب بقى رؤيته بس انا اتمنى ما ياخدش لعيبه كتير وانا يمكن الكلام ده قلته اصل انا حسام انا بحبه جدا يعني هو يعني زي اخويا الصغير وعايز مصلحته انا اتمنى ما ياخدش عدد كبير من اللعيبه انت رايح دوره وديه فيها 3 ماتشات انا من وجهه نظري 23 لعيب كفايه قوي 3 حراس مرمى واتنين لعيبه في كل مركز انت رايح عشان لو اخد لعيبه كتير وبعدين بتسيبه مش حلو يعني برضو منتخب مصر لازم يكون ليه رونق مش اي حد يروح منتخب مصر زمان على ايامنا اللي بيروح منتخب مصر ده حاجه بتبقى طبعا صعبه يعني جدا بيبقى تكريم ليه فانا اتمنى ياخد عدد هم 23 24 لعيب على قد البطوله الثلاث ماتشات اللي هو هيلعبها تمام طيب هننتظر بكره كابتن حسام هيقول ايه بقى ويعلن عن القائمه خلينا بس كابتن ناخد مع حضرتك فقره نمبر 1 و طبعا افضل لاعب في مباراه الامس قفشه ولا امام عاشور ولا مصطفى شوبير من الاهلي يعني دول اللي موجودين من الاهلي قفشه تمام لاعب بقى تتمنى انه يشارك في الماتشات الجايه بالنسبه للنادي الاهلي كابتن احمد عبد القادر رضا سليم الضوي كريستو الضوي لا رضا سليم رضا سليم كان مصاب كابتن على فكره امبارح كان مصاب مصاب حظ وحش حقيقه اللعيب ده طبعا لان اللعيب كويس قوي كل ما الدنيا بتبقى هتظبط يتعور يتعور تاني طيب افضل مدافع في تاريخ النادي الاهلي وائل جمعه صفا يونس ماهر همام كل واحد اصل كل واحد متميز من وجهه نظرك انت يعني واحد من الثلاثه انا في اتنين لعبت معاهم وهم لعبوا معايا ف وائل طبعا من المساكين عشان ما تزعلش واحد من اللي لعبوا معاك خد اللي ما لعبش معاك والله يبقى وائل جوب انا اسمع كلامك في دي برافو عليك طلعتني ايوه من الحته دي لان هما الثلاثه الصراحه حاجه يعني هايلين طبعا طبعا ثلاثه طيب. هايلين افضل ظهير ايمن في تاريخ الاهلي كابتن ابراهيم حسن كابتن احمد فتحي كابتن ياسر رضوان لا ابراهيم حسن ابراهيم حسن افضل ظهير ايسر في تاريخ الاهلي كابتن ربيع ياسين كابتن سيد معوض كابتن محمد عماره محمد عمار انا في برضه حلقه كده ما اخترتوش كلمني بعد الحلقه بيزعل بيزعل جدا قال لي لا انا من وجهه نظري سيد معوض سيد معوض كابتن ربيع يزعل منك ماشي الاثنين دول هيزعلوا منك بس انت طلعت نفسك برضه يعني. افضل محترف في تاريخ الاهلي كابتن فلافيو ولا فيليكس ولا جيلبرتو فلافيو فيليكس جيلبرتو برضه هما الثلاثة كل واحد كان ليه دور بس اقول فلافيو طيب افضل مدير كورة في تاريخ النادي الاهلي كابتن طارق سليم كابتن ثابت البطل كابتن سيد عبد الحفيظ الله يرحم كابتن طارق وكابتن ثابت سيد لا اقول الكابتن طارق سليم كابتن طارق سليم الله يرحمه الله يرحمه الثلاثة طبعا جامدين طبعا كل واحد ليه اسلوب الحقيقه بالزبط. في الاداره بالظبط نجاحات الحقيقه كتيره مع النادي الاهلي وبطولات طيب بشكرك كابتن خالد نورت شرفت وقتنا شكرا يا محمد الحقيقه زي ما انت قلت كده امبارح كان الاجواء حلوه والشكل حلو كان ينقص الموضوع ان انت تشوف كره حلوه بالظبط فان شاء الله لقاءات القمه اللي جايه نلاقيها كده نتمنى ذلك باذن الله والتنظيم عندنا في مصر بقى يبقى برضو يا رب يغير شويه والجمهور يبقى كده بالظبط والجمهور يبقى حلو وجميل والدنيا لطيفه ده اللي احنا نتمناه كابتن في الاخر باذن الله ان شاء الله كابتن ان شاء الله بشكرك كابتن خالد شرفت بشكر كابتن خالد شكرا ان شاء الله يعني نشوف دايما الكره المصريه دايما في حاله حلوه وحاله جميله ما بين الجماهير كلها الحقيقه مش الاهلي والزمالك فقط ونستمتع بكره قدم حقيقيه من خلال اداء فني اللاعبين وده مش هيجي بقى غير لما يبقى اساسك صح ان شاء الله وتستقر على ان الامور بتبتدي من تحت من القطاع الناشئين وزي ما كابتن ايمن نونس اتكلم الحقيقه انا بايده في النقطه دي عشان بعد كده لما اللعيبه دي تكبر وتبقى في الفرق الكبيره اهلي وزمالك تلاقي بقى كوره واداء مختلف الحقيقه ان شاء الله يعني ده اللي احنا نتمناه واكيد طبعا يعني المسؤولين اكيد سامعيننا وسمعوا قبل كده ناس كتير قبلنا في الحديث عن قطاعات الناشئين واهتمامنا بيها لان هو ده مستقبل مصر الحقيقي نشوفكم بكره على خير بامر الله من خلال البريم تصبحوا على خير